مساء الخير. في فيلم تايتانيك الشهير اللي احداثه بتدور عن قصه حب خزعبليه كده دارت على اضخم سفينه ركاب في زمانها، كان مشهد النهايه قائم على فكره التضحيه. جاك اللي قدم شخصيته النجم الكبير ليوناردو دي كابري وكان بيضحي بحياته واحلامه وسعادته عشان روز اللي لعبت دورها النجمه كيت وينسلت، وكانت يعني بتلعب دور شخصيه ارستقراطيه، عائلتها قررت تجوزها لواحد غني عشان تعيش على قفاوه نص دم والعيله كلها تخرج من خطر الفقر اللي كان بيهددها. جاك من حبه شديد لروز ضحى بحلمه انه يهاجر للعالم الجديد ويعيش حياة كويسة، واختار انه ينقذ حبيبته رغم انه كل الحسابات الهندسية وعلماء البحر والبر والجو اثبتوا ان روز كان ممكن تاخد جاك جنبها في الخشبة اللي كانت عايمة عليها ويعيش جاك، والفيلم ينتهي نهاية سعيدة والله، يتجوزوا ويعيشوا في تبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات. بس المخرج جيمس كاميرون اختار النهاية دي. افتكرت مشهد ختام فيلم تايتانيك وانا بشوف الغرب كله بيضحي بكل مكاسبه وقيمه واخلاقه وقوانينه وانجازاته الانسانية عشان ينقذ الصهيونية وزعمائها في اسرائيل. أمريكا وأوروبا اللي أزعجتهم قرارات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بيعملوا عرض استربتيز سياسي في سبيل حماية حكومة الإرهاب في الكيان الصهيوني برئاسة نتنياهو وعصابته من المتطرفين والإرهابيين الصهاينة. الحكاية وما فيها أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان خرج امبارح وقرر أنه يطلب من دايرة من دوائر المحكمة أنهم يصدروا مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالنت من المسؤولين اللي في الكيان الصهيوني وتلاتة من قيادات حركة حماس، هم يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة، إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ومحمد الضيف القائد العسكري الحركة في غزة بعد اتهامهم بارتكاب جرائم حرب في الأحداث الأخيرة. من امبارح في مناحة في عواصم الغرب، مناحة وحزن وإحساس بالمهانة، حتى تكاد تسمع صدى صوت جملة الفنان سعيد صالح في مسرحية العيال كبرت لما قال هو اللي بنعمله في الناس هيطلع علينا ولا إيه؟ أمريكا وبريطانيا والنمسا والتشيك عندهم أزمة فظيعة. إيه هي الأزمة؟ إن المحكمة الجنائية الدولية ساوت في العقوبات بين دولة إسرائيل، طبعا هم قصدهم على الكيان الصهيوني، وبين جماعات إرهابية قصدهم فيها حركة حماس. بالنسبة لهم الكيان الصهيوني دولة مش قوة احتلال، هي طبعا دولة لأنها مصنوعة ومزروعة على إيدين الغرب وبتمثل أحلامه وطموحاته، وحركة حماس جماعة إرهابية من وجهة نظرهم مش حركة مقاومة دورها أنها تحمي الشعب من المستعمر. المهم أمريكا وأتباعها في أوروبا انزعجوا جدا من المحكمة الجنائية الدولية اللي اتجرأت وقررت أنها تحاسب شخصيات من عصابة الغرب وريس انتصار الحرب العالمية الثانية. اتجنن كريم خان والمحكمة الجنائية، لازم حد يعقله، عشان كده خرج النهاردة وكشف عن مفاجأة رهيبة. قال إيه بقى كريم خان؟ وركز بقى حضرتك معايا في اللي أنا هقوله. كريم خان ظهر في حوار مع شبكة CNN الأمريكية وقال إنه تعرض لتهديدات مباشرة بسبب إنه طلب إصدار مذكرات اعتقال لرئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالنت. ما قالش الراجل صدور مذكرات اعتقال بشكل عام، لا ده حدد ان التهديدات جات له بسبب نتنياهو ووزير دفاعه. لكن محدش اعترض على اعتقال قيادات حركة حماس. طب ليه؟ اللي قاله كريم خان بعد كده يفسر طب ليه دي، قالك انه حد من السياسيين الكبار كلمه وقال له بصريح العبارة كده، المحكمة دي اتبنت عشان تحاكم بتوع أفريقيا والسفاحين اللي زي بوتين.
اتقال له كده والله، هو الراجل قال كده على CNN. طب عد كده على صوابع ايدك كام واحد من كبار السياسيين في العالم كله يقدروا يكلموا المدعي العام للمحكمه الجنائيه الدوليه بجلاله قدره بالطريقه دي وبالفجر والبجاحه دول؟ طبعا مش هيجي في بالك غير شخصين ثلاثه كده من زعماء الغرب المحكومين بالصهيونيه. اي دوله من الدول اللي لسه عايشه على حس انتصارها في الحرب العالميه الثانيه؟ الدول الاستعماريه حراميه الثروات ولصوص الشعوب اللي بنوا حضاراتهم على حساب استعمار الشعوب التانية ولسه مزنوقين في العصر ده وزانقين العالم كله معاهم. الغرب بيضحي بكل حاجة اتأسست بعد الحرب العالمية التانية. الأمم المتحدة تهانت، اتحولت لمجرد خيال مآتة قدام إسرائيل. حقوق الإنسان، اتفاقيات جنيف طلعت مجرد حبر على ورق، بيتحول لقرارات على حسب الحالة بميزان المصالح والمكاسب. وانت مين وانا مين؟ انت مش عارف انا مين؟ منظمات المرأة والطفولة والصحة العالمية وحرية الإعلام والتعبير عن الرأي كلها فنكوش، وآخر حدودها تنتقد حكومات العالم الثالث الضعيفة المستضعفة. مش فاهمة لحد دلوقتي هو الكيان الصهيوني هينفع الغرب في ايه لما ترجع العلاقات كلها لقانون الغاب، ولما تنهار قيم حقوق الإنسان والحريات. اصلا المحكمه الجنائيه الدوليه دي اتعملت بعد محاكمات نورنبرغ، اعظم محاكمات في تاريخ البشريه، واتحاكم فيها قيادات النازيه المهزومه واللي كان ليهم دور في جرائم الحرب، واحكامها كانت هي الكتالوج اللي اتفصل عليه القانون الدولي. اقوم انا كعالم متحضر متقدم اهد المحكمه الجنائيه الدوليه واهد القانون الدولي كله عشان الكيان الصهيوني؟ طب ايه الحكايه تمشي ازاي من غير قانون؟ بلطجه بالدراع؟ العالم ما يشتغل مع بعض بطريقه عنتر ولبلب وحيله الاقلام السبعه الشهيره؟ نطبق منطق شيبوب في فيلم عنتره بن شداد، انت تخزق لي عين وانا اخزق لك عين ونعيش عور احنا الاثنين؟ خايفين على نتنياهو لدرجة ان الكونجرس الامريكي بيهدد المحكمة الجنائية الدولية علنا بانه هيفرض عليها عقوبات عشان اتجرأت انها تطلب القبض على مجرمين حرب قتلوا لحد دلوقتي اكتر من 35 الف فلسطيني في اسوأ مجزرة بشرية مستمرة ومتواصلة في التاريخ، وبتهدوا كل ديكور الديمقراطيه الامريكيه وارض الاحلام والحريات كله مره واحده عشان سفاحين ومجرمين حرب؟ هي مش دي نفس المحكمه الجنائيه اللي دعمتموها بفلوس كتيره علنا عشان تاخد قرار ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمه ارتكاب جرائم حرب في اوكرانيا؟ مش دي نفس المحكمه الجنائيه اللي مش عايزين تنضموا ليها عشان ما تتحاكموش على جرائم الحرب اللي ارتكبتوها في افغانستان وفي العراق في مجزره قلعه جانجي وسجن ابو غريب ومعتقل جوانتانامو؟ هم صهاينه في اسرائيل ومراكز الحكم فوق مستوى البشر، كائنات فضائيه غير قابله للمساءله. طيب هل الغرب كله مصمم انه يكشف عورته قدام العالم عشان خاطر حمايه اسرائيل وقيادتها؟ مش كفايه السلاح والذخيره وقطع الغيار اللي بتستخدم لاباده الفلسطينيين؟ مش كفايه الدعم السياسي والدبلوماسي والفيتو في الامن او في مجلس الامن؟ مش كفايه قمع شعوبكم اللي بتنادي بالحريه لفلسطين؟ انتوا عايزين كمان تهدوا المحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي عشان ننوس عن أم نتنياهو وحكومته؟ وبتهددوا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية علنا؟ عجبني بصراحة موقف كريم خان اللي قال انه مش هيتراجع قدام التهديدات بمختلف مستوياتها، ونتمنى انه يبقى في العالم شخص حكيم رشيد ينادي بعلو صوته في مقرات الحكم الغربية ويقول لهم انتوا بتضحوا بالأم والأب والعيلة والمعازيم والجيران عشان جنين ابن حرام مزروع من نطفة الشيطان في رحم مسلوب الإرادة.
مفيش أسوأ من إنك تشوف العار وتعيشه، غير إنك تراقب الفضيحة وهي بتتشكل قدامك، وتشوف المفاضيح غرقانين في عارهم وسحبين معاهم العالم كله للقاع. انقذوا كل القيم الإنسانية من بين أنياب الصهيونية قبل فوات الأوان، وقبل ما يرجع عصر الاستعمار والاستعباد يسيطر على البشر من جديد، وساعتها لا هتنفع محكمة عدل ولا جنائية. مصر جديدة، أهلا بيكم. عبر الزوم من رام الله الدكتور أحمد الأشقر، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية. أهلا بحضرتك معانا في مصر جديدة. وكيف تعلق لنا على تصريح كريم خان، والذي قال فيه أن مسؤول سياسي كبير قال إنه الجنائية الدولية معمولة علشان أفريقيا وبوتين؟ أي، أعتقد أن ما قاله كريم خان هو تأكيد على حالة العوار الحقوقي التي تصيب منظومة هذا العالم، وهي تأكيد أيضا على أن الغرب لا زال ينظر بمعايير مزدوجة ومعايير تمييزية ضد الشرق وضد الدول الضعيفة، وأن هذا التعبير يؤكد أن كل مؤسسات الأمم المتحدة باتت في خطر حقيقي نتيجة هذه المعايير المزدوجة. عندما يتجرأ أي مسؤول سياسي مهما على شأنه بتهديد على تهديد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فهذا يؤكد أن الغرب ذهب في اتجاه أقصى درجات الانحياز الأعمى الذي قد يصل إلى الشراكة في هذا الجانب على الأقل في الجريمة ضد الإنسانية التي ترتكب بشكل مستمر ولا زالت في قطاع غزة وفي فلسطين المحتلة كاملة. هذا يؤكد على أن كل ما يقال عن مفاهيم حقوق الإنسان والمساءلة الجنائية الدولية وكل المعايير التي يتم الحديث عنها في كل المحافل الدولية وفي مجلس حقوق الإنسان وفي المفوضية السامة لحقوق الإنسان والمرافعات التي تتم أمام محكمة العدل الدولية، كل ذلك أصبح الآن هو والهباء سواء. إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية، وهي قد تأخرت بالمناسبة، يعني هذا الطلب جاء متأخرا بسبب إمعان الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب هذه الجريمة، صدر هذا الطلب من مكتب المدعي العام ليتحول الغرب مر دفعة واحدة إلى جحيم مستعر، ربما باستثناء فرنسا جحيم مستعر. أصبحت هذه المحكمة لا تشكل الحلم الجميل للمساءلة الجنائية الدولية وأولى خطوات العالم لمساءلة مجرمي الحرب. هذه النظرة التي قالها المدعي العام كريم خان على لسان أحد المسؤولين الغربيين تؤكد أن هذه المحكمة تتعرض فعلا وستتعرض لعقوبات قد تؤدي إلى تفكيكها، وهي بالمناسبة يعني إشارة وردت أيضا على لسان أحد المسؤولين في حكومة دولة الاحتلال أو كيان الاحتلال، والذي قال فيه آن الأوان لتفكيك هذه المحكمة. نعم، أوفير جندلمان يعني منذ قليل قال أنه القرار بتاع محكمة أو المحكمة الجنائية الدولية يخالف القانون الدولي، وأنه لا يمكن للمحكمة أن تلاحق إسرائيل، وهي يعني اسمع بقى حضرتك معايا التصريح، وهي دولة ديمقراطية، وأن إسرائيل تميز استهداف المدنيين من العسكريين. بالتأكيد هناك ليست نظرة يعني استئلائية فقط للكيان الإسرائيلي. الكيان الإسرائيلي يرى أنه شعب الله المختار، بالديمقراطية بغير الديمقراطية، بالإبادة بجرائم ضد الإنسانية، هم شعب الله المختار، وهم ينظرون بدونية إلى كل الإقليم المحيط وإلى كل الأمة العربية الإسلامية وحتى إلى الغرب وحتى إلى كل يعني الدول التي يمكن أن تقول لا لهذه الاستئلائية. هذه والحقيقة أنها إفراز طبيعي للعقيدة الصهيونية بين قوسين، وأنا أؤكد العقيدة الصهيونية التي ترى والتلمودية التي ترى أن أن اليهودي هو أعلى من 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 باقي البشر. نحن أمام مظاهر جديدة من مظاهر النازية المستحدثة وأيضا يعني الفاشية التي أصبحت يعني
يعني واضحة حتى في تصريحات أكثر المسؤولين اعتدالا. تخيلي أن يخرج شخص ويقول أنني أريد أن أقتل لأنني ديمقراطي، أريد أن أبيد شعب بأكمله لأنني أنا ديمقراطي. هذا يؤكد أن الغرب الآن في أزمة ليست أخلاقية فقط، وإنما أزمة وجود. ما يحدث الآن يهدد وجود هذا النظام الدولي برمته القائم على هذه المؤسسات التي يرى الكثيرون أنها مؤسسات شكلية. أصبحت الآن ليست مؤسسات شكلية، بات ينظر إليها أنها خطر على العالم، هكذا ينظر الإسرائيليون ويعني وحلفائهم. لم يعد شيئا غريبا، وأنا أقول أن هذه فعلا بداية حرب عالمية ثالثة. أن يكون هذا الفجور في الخصومة مع شعب أعزل، أن تكون هذه أن يكون هذا الوضوء بالتعاطي التمييزي المتعالي الحقير الذي يخالف كل معايير الإنسانية وحتى يعني كل الاتفاقيات الدولية، أن يصل إلى هذا الحد من الوضوح في ظل وضوح الدم الفلسطيني الذي يسيل الآن، هذا يعني أننا على أبواب تغيير حقيقي، وكأن رائحة الحرب العالمية الثالثة بدأت تفوح في العالم، وهذا لن يكون بعيد المنال. في أي لحظة في أي دقيقة قد يكون هذا خيار متاح إذا استمر هذا الصلف وهذا يعني إيه الإمعان في بعد صدور مذكرات اعتقال. يعني لو صدرت مذكرات اعتقال، إيه اللي ممكن يحصل؟ هتبقى ردود الأفعال عاملة إزاي؟ أنا باعتقادي سيسعون قبل صدور قرار الدائرة التمهيدية الأولى إلى إرهاب المحكمة، مثلما فرضوا عقوبات على بن سودا، يعني المدعية العامة السابقة فرضوا عقوبات عليها الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل أنها ليست شرطي العالم فقط، هي شرطي العالم الفاسد أيضا. هي تقول أنا شرطي العالم الفاسد، هي تمثل بكل وضوح هذا الانحياز للمجرمين. وبالتالي ما الذي يمكن أن يحدث؟ أنا أعتقد أنهم سيسعون إلى محاولة التأثير الكبير ليس فقط على كريم خان. الآن انتقل الملف إلى مجموعة من القضاة في المحكمة الابتدائية في الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي سيكون هناك ضغوط سوف تتعلق بالتمويل وسوف تتعلق بفرض عقوبات على القضاة وما إلى ذلك. في أي عالم يفرض عقوبات على قاض أو على وكيل نيابة أو على مدعي عام؟ هذا أمر ليس معقول. أنا بعتقد أنه سيطال إلى حد ما الأمد في النظر في هذه الطلبات، على الرغم أنه أنا أتوقع ممكن أسبوعين إلى ثلاثة ينظر من قبل المحكمة في طلبات المدعي العام. وهي بالمناسبة ممكن ضغوط الغرب ضد المحكمة الجنائية الدولية تعطل صدور قرارات الاعتقال؟ لا أعتقد أنها ستعطل، ولكنها قد تقود إلى تفكيك المحكمة وإضعافها في ظل وجود يعني انسحابات ربما. لأن اليوم أوروبا، كل أوروبا وهي المحكمة الصنيعة أوروبية، يعني بمعنى آخر هي يعني أوروبا هي ربيبة هذه المحكمة، ونشأت في حضنها وفي كنفها ومقرها يعني في لاهاي. وبالتالي عندما أوروبا تحاول أن يعني تؤشر إلى أن هذه المحكمة اتخذت قرار لا يتوافق مع القانون الدولي، وتطرح أسئلة على مدى يعني وجود هذه المحكمة وشرعية وجودها وشرعية قراراتها، يعني من الممكن أن يكون خلال الأشهر القادمة محاولة حديثة لتفكيك هذه المحكمة. تخيلي يتم تفكيك نظام دولي كامل حتى لا تصدر مذكرة اعتقال عن جريمة ترتكب أمام مشهودة، ترتكب أمام كل وسائل الإعلام في قطاع غزة بضعة كيلومترات وأمام العالم جميعا. مش معقول، يعني هذا شيء لا يتصور. وأنا لذلك أقول لك أستاذي أنجي أن الظلم إذا وصل إلى هذه المرحلة فهو مؤذن بخراب العمران. أنت توقع أن نتنياهو كان مقرر أنه يقضي فترة تقاعده برا إسرائيل، فهو يعني مش عايز القرار. هي المشكلة أختي أنجي ليست في نتنياهو، ليست في شخص نتنياهو ولا في يؤاف جمال. المسألة لها علاقة كيف يتجرأ أحد على المساس بهذا المقدس المسمى دولة إسرائيل. كيف يتجرأ أحد أن يمس هذا يعني المقدس الذي يسمى رئيس الوزراء الإسرائيلي؟ هي المسألة ليست هي إسرائيل تحبس رؤساء يعني رؤساء وزراء، هذا شيء عادي. هم ينظروا إلى أي فعل خارجي يمس هذا الكيان مهما فعل من جرائم ويعني معاداة للسامية. وبالتالي هذه معاداة سالمية، هذه الكذبة الكبيرة التي
توارثتها أجيال الغرب كاملة، أصبحت هي المؤذية. هذه محكمة معادية للسامية، هذه مؤسسة الأمم المتحدة معادية للسامية، مجلس حقوق الإنسان معادي للسامية، الدول التي تعترف بفلسطين معادية للسامية. مش معقول. أنا ما أراه في هذا السياق، كل شيء وارد وكل شيء محتمل، ولكن الحقيقة أن كل هذه الأجواء تمهد لانهيار النظام العالمي القائم حاليا، وهذا يعني بالضرورة حرب عالمية ثالثة جديدة سوف نتذكرها سوية إذا صمت أحرار العالم عن هذه التجاوزات، وإذا تراجعت المحكمة في أي لحظة من لحظاتها عن الدفاع عن مسؤوليتها. الآن مهمتها ليست حماية الفلسطينيين فقط، مهمتها حماية العالم من هذا الصلف. عاوزة أسأل حضرتك في النهاية بس يعني تعلق لي على موضوع استهداف الصحفيين. يعني اليوم مسؤولون إسرائيليون يصادرون كاميرا ومعدات بث تابعة للأسوشيتد بريس في جنوب إسرائيل، متهمين وكالة الأنباء بانتهاك قانون جديد، يعني هم تذرعوا بقانون جديد يخص الإعلام، كان تسبب في فرض حظر قبل كده هذا القانون اللي عملوه على شبكة قنوات الجزيرة. وأيضا النهاردة الاحتلال يطلق الرصاص تجاه فريق قناة الجزيرة وصحفيين بمخيم جنين. كيف هو يعني كيف ترى هذه القرارات في ظل القوانين اللي المفروض بتحمي الصحفيين؟ هذا القانون الذي صدر على الكنيسة بين كوسين الإسرائيلي هو يعطي رئيس الوزراء هذه الصلاحية في فرض أي في فرض الرقابة وفي إيقاف عمل أي أي قناة. لا يوجد في العالم هذه يعني هذا الاستسهال في التعامل مع المؤسسات الإعلامية. هذه الدولة الديمقراطية التي تدعي أنها الديمقراطية تخشى من الكاميرا، تخشى من تقرير صحفي، تخشى من مقال، تعاقب الفلسطينيين مجردا على بوست على الفيسبوك يعتبروا تعريض، ممكن تسجن سنتين بقرار إداري بدون محاكمة. الآن الصحفيين تعرض، أكثر من 100 صحفي أو ربما أكثر أنتم أعلم، قتلوا عمدا وتقصدا لأنهم يقومون بتصوير الحقيقة ونقلها للعالم. هم لا يستطيعوا أن يتخيلوا أن هناك عين تراقب قداسة هذه الدولة، هذه بين قوسين قداسة هذا المجتمع، هذا المجتمع المتكون من مجموعة من يعني المهاجرين تماما كما الفندق اللي بيكون فيه إيطالي وفرنسي وأوغندي وصيني، وبالتالي وهناك أمن وهناك حراسات، ممنوع أحد أن يدخل إلى هذا الفندق حتى لو ارتكبت فيه كل الجرائم. هكذا هم يرون العالم، يرون حتى يعني الوكالات الغربية كما ذكرت هي أيضا تتعرض للملاحقة وتتعرض للقتل، وحيثما يوجد صحفي هو معرض للقتل، هو مستهدف، وهذه حقيقة. انظر ليس فقط في غزة وإنما أيضا في الداخل الفلسطيني المحتل وفي الضفة الغربية وفي كل مكان. صدقيني أن في قطاع غزة هناك أماكن يعني تحدث فيها جرائم إبادة مهولة، لكن لا توجد صحافي تستطيع تغطية الحدث بالوسيلة المهنية. شكرا جزيلا. عبر الزوم كنت معنا من رام الله الدكتور أحمد الأشقر، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية. في الحرب العالمية على غزة واللي دخلت النهاردة يومها 228 في شهرها الثامن بدون توقف، لسه رؤية وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير هي اللي بتحكم المشهد في الداخل الإسرائيلي بتفاصيله وأهدافه ومخططاته. بن جفير العنصري المتطرف مش بس بينادي باحتلال غزة بشكل كامل والسيطرة الكاملة عليها وبدء مشروعات استيطان على أرضها، لا، هو شايف إن كل ده مش كفاية قدام الهدف الأسمى والأعظم بالنسبة لهم، وهو تهجير الفلسطينيين من أرضهم. منطق بن جفير المتطرف هو بحذافيره اللي بينفذه بكل طاعة جيش الاحتلال وحكومته. لسه بن جفير بيحلم انه ينقل اقامته لغزة ويعيش على ارض منهوبة تحت سمع وبصر ورعاية العالم الغربي كله، زي ما بيحلم بعضوية مجلس الحرب، وإلا يتلغي المجلس كله احسن. لسه وجهة نظر بن جفير هي اللي بتحكم حتى جوه البيت الابيض اللي خرج رئيسه جو بايدن يسبق الكل قبل تحقيقات محكمة العدل الدولية ويقول إن حرب الكيان الصهيوني على غزة مش إبادة جماعية. الرجل طلع قال كده يعني، وطبعا هو لازم يطلع يقول كده لأنه شريك كامل في الحرب دي.
وطبعا طلع بايدن كمان ورفض طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالنت. تطابق وجهات النظر ما بين واشنطن وتل أبيب خلى الناس ما تعرفش تفرق بين التصريحات وتعرف هي تصريح ده خارج منين ولا منين. يعني كلام بايدن وإدارته كأنه نسخة كوبي بيست من كلام يوآف جالنت اللي برضو رفض قرارات الجنائية الدولية، والاتنين أصلا مش بيعترفوا بالمحكمة ولا بلادهم أعضاء فيها عشان يرتكبوا جرائم الحرب براحتهم. الغريب بقى أن السفاح مجرم الحرب وزير دفاع الكيان الصهيوني بيقول ان جيشه بيقاتل وفقا لقواعد القانون الدولي وبيعمل جهود انسانية فريدة من نوعها. مش عايزة اقول فريدة دي مين، يعني فريدة من نوعها ما حصلتش في تاريخ الحروب. اكتر من 35 الف شهيد واكتر من 80 الف مصاب، معظمهم ستات واطفال، غير الاف المفقودين والمعتقلين اللي محدش يعرف مصيرهم. بس احنا لازم نصدق السفاح، ما نصدقش المجني عليه. لازم ننكر المذابح ومسيرات النزوح المستمر ومشاهد المقابر الجماعيه اللي شفناها، ضرب المستشفيات اخرهم النهارده مستشفى كمال عدوان شفناها صوت وصوره، والمدارس والجوامع والكنائس. منطق الارهابي بن جفير هو اللي بيحكم الغرب. وان كانت فرنسا خرجت على عصا الطاعه وايدت دعمها لاستقلال المحكمه الجنائيه الدوليه وقراراتها، فوزير الدفاع البريطاني كمان طلع قال انه قراراتها مش هتاثر على استمرار تصدير السلاح لإسرائيل لأنهم بيدعموا دولة مش أفراد. وما ظنش أن بن جفير بيحلم بأكتر من كده. طبعا النهاردة الحقيقة يعني خرج وزير أو مسؤول الأمن القومي جاك سوليفان من اجتماعه مع المسؤولين الإسرائيليين، وطلعت أول حاجة يعني تصريحات أنه بيشعر بخيبة أمل وأنه مش عارف هم ناويين على إيه ولا عندهم هم أي خطة معينة. ولكن اتفاجئت بعدها بشوية أن التصريحات اللي خارجة من البيت الأبيض تصريحات إيجابية عن الاجتماع ده، فالحقيقة شيء غريب جدا. طيب معنا على تليفون الدكتور عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي، أهلا بحضرتك معنا في مصر جديدة. المشهد الإسرائيلي لسه محكوم بمواقف بيرسم ملامحها الوزير المتطرف إيتمار بن جفير، هل هو يمثل التيار الأقوى في إسرائيل؟ هل هو المهيمن على نتنياهو؟ يعني اولا اهلا وسهلا بك والساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. خلينا ندي كل حد حجمه فعليا. بن جفير برغم صوته العالي لانه في النهايه لا يمثل كل اليمين، لكن نتنياهو افرد له مساحه كبيره ليتحدث بما يريده نتنياهو لكن ليس بلسان نتنياهو. نعم. فكره انه هو من يتحكم في الحكومه بن جفير وسموتريتش فكره غير صحيحه. حاول أن يمررها نتنياهو حتى لا يتحمل المسؤولية، لكن عندما قدمت المعارضة غطاء له في حال قرر الذهاب إلى صفقات تبادل ثبت أنه هو لا يريد ذلك من الأساس. بالتالي هذا الحديث الخاص ببن جفير يعبر عن سياسة نتنياهو لكن هو لا يريد النطق بها. هذا جانب. الجانب الآخر، العلاقة بين الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو جزئين. جزئية تتعلق بالدعم المطلق من الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية لإسرائيل وخلافات تكتيكية مع نتنياهو لكن لا تصل إلى الاختلاف على الأهداف الأساسية للحرب. هذا جانب مهم. نعم، هكذا بالضبط زي ما حضرتك قلت. النهارده صرح أوفير جندلمان يعني حينما سئل عن المظاهرات في الشارع قال انه يعني انتوا عندكم سوء تفاهم لما بتشوفوا المظاهرات دي، لا في اجماع على انه اهداف واحده كلها عندنا واهم هدف هو القضاء على حماس وايجاد المحتجزين، ولكن الخلاف حول الطريقه. يعني خلينا نقول حاجة مهمة، أنه الحرب دي ممكن نسميها حرب الديموغرافيا والتضليل. نعم. هذه الحرب حرب الإبادة، الهدف الاستراتيجي منها هو تغيير الوضع الديموغرافي الفلسطيني.
وهذا تم بطريقة تطبيقية، استخدم التطبيق فيها بشكل كبير، التضليل على الهدف الرئيسي عبر أهداف أخرى فرعية مثل القضاء على حماس ومثل القضاء على الأنفاق ومثل الوصول إلى الأسرى، ولكن ثبت أن الهدف الاستراتيجي الأكبر هو الأهم بالنسبة لإسرائيل. الولايات المتحدة اتخذت في مواقفها شكل من أشكال تبادل الأدوار مع إسرائيل عبر التصريحات. هناك انتخابات قادمة في الولايات المتحدة، وهذه الانتخابات لها تأثيراتها على تصريحات الإدارة الأمريكية، لكن إذا تابعنا سلوكها وأفعالها سنجد أن هناك تناقض كبير ما بين التصريحات وما بين الأفعال. ما زالت تدعم إسرائيل بشكل مطلق وكامل وبدون أي مواراة، حتى أن شحنة الأسلحة التي تحدثوا عن إلغائها تم استئنافها مرة أخرى ووصلت إلى إسرائيل جزء منها. دعينا نقول بشكل واضح أنه لا نتوقع من إدارة بايدن وبايدن بالذات أن يتخذ موقف حقيقي. إضافة إلى ذلك، ربما لا يعلم الكثيرين أن هناك قانون تم سنه في الولايات المتحدة منذ عامين تقريبا يتيح للرئيس الأمريكي استخدام كل الوسائل الدبلوماسية والعسكرية لمنع محكمة الجنايات الدولية من محاكمة إسرائيل أو أي من حلفائها الولايات المتحدة، حتى لو اضطر ذلك لاستخدام القوة العسكرية لمنع اعتقال أي من حلفائها. بالتالي هذا المنطق الغربي ذو المعايير المزدوجة لا أعتقد أنه ينم عن عدالة، ولا أعتقد أنه دولة استخدمت وسائل أكثر من إسرائيل في حروبها من الممكن أن تصبح أخلاقية وتغير من نهجها في ليلة وضحاها. نعم، أشكرك دكتور عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي. فاصل ونرجع نستكمل مصر جديدة. معديت أبو غالب، وفي قول آخر معديت الموت. النهاردة 26 بنت من قرية سنتريس ومن من قرية الأنطارين في مركز أشمون محافظة المنوفية راكبين الصبح عادي جدا رايحين شغلهم في منشأة القناطر اللي تبع الجيزة. طريق عبارة عن أنهم المفروض يركبوا الأول ميكروباص، بعد كده الميكروباص يوديهم لحد مكان المعدية، بعد كده ينزل الميكروباص في المعدية، المعدية تتحرك في النيل للناحية التانية، بعد كده الميكروباص يكمل طريقه لحد ما يوصل البنات لشغلهم في أحد مزارع تصدير الفاكهة. ده بيحصل كل يوم تقريبا، ده الطريق المعتاد لشغل البنات دول. النهاردة حصل إيه؟ سواق الميكروباص اتخانق مع واحد على المعدية، راح سواق الميكروباص نزل من الميكروباص من غير ما يشد الفرامل بتاعت الإيد، يروح الميكروباص نزل بالبنات في النيل. ولحد وقتنا الحالي وانا بكلمكم فرق الانقاذ شغاله على انتشال الضحايا، عددهم وصل ل 15 بنت ماتوا، باقي البنات اتصابوا. طبعا اللي حصل ده كارثه بكل المقاييس. المعديه اصلا بقى طلع ليها امر ايقاف من 10 شهور لان رخصتها منتهيه، وكمان مخالفه لاشتراطات النقل النهري. ورغم ده كله المعدية شغالة طول الفترة دي مش واقفة. مش عارفين نحط اللوم على مين. 15 بنت قابلوا وجه كريم في لحظة عشان السواق الأستاذ نزل من العربية من غير ما يشد الفرامل، وعشان المعدية اللي المفروض كانت تقف ما تشتغلش بس الموظفين ما قاموش بشغلهم ولا وقفوا المعدية عن العمل. شبح الإهمال قادر ياكل كل حاجة قدامه، بقى قادر في لحظة واحدة ينهي كل حاجة بنحاول نبنيها ونعمرها. هنقول لك يا عم ربنا هيسترها، يا عم ربنا هيسهل، هيجرى ايه؟ ايه اللي هيحصل؟ يا عم كل عيش، هتعدي زي ما كله بيعدي. الكلام ده زهقنا، زهقنا منه. وفي لحظه الكارثه تبقى كبيره فنرجع نقول ايه يا ريت اللي جرى مكان. والسؤال هنا، هل الحادثه دي هي اول حادثه تحصل بنفس الشكل؟ لا، قولا واحدا لا. من حوالي 3 شهور في وبالتحديد في شهر 2 اللي فات في نفس المنطقه عمال في شركه مقاولات
راحوا ضحية المعديات دي، 13 عامل كانوا راكبين معدية من المعديات دي غرقت بيهم ومات 8 عمال. يعني ببساطة احنا قدام كارثة متكررة، مش حدث عارض ياخد له فترة ويعدي. عشان كده يعني قصدي مش عايزة اقول لازم يكون في حل للمشكلة، القوانين موجودة وكل حاجة موجودة، المشكلة فينا احنا. لما واحد سواق ميكروباص ده مسؤول عن اللي هو مركبهم معاه في الميكروباص، فانت اما تنزل وباهمال شديد تنزل من غير ما تامن اللي في الميكروباص بتاعك وترفع الفرامل ونزل عشان تتخانق، وانت يلي بتشغل المعدية وانت عارف انها مخالفة وفي ارواح بتنقلها، ايه ده؟ ايه منتهى الاستهانة بالارواح؟ منتهى الجهل، عبث. معانا على التليفون استاذ محمود عبد الراضي رئيس قطاع الحوادث في موقع وجريدة اليوم السابع. ايه اللي حصل يا استاذ محمود؟ استاذة انجي مساء الخير على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. يعني حضرتك قلتي لفظ عظيم، احنا قدام شبح الاهمال، الاهمال اللي بدا قبل الحادثه، بدا الساعه 6 الصبح لما سواق الميكروباص المتوسط الحال المفترض بيقل 14 راكب كان على متنه 26 راكب. تخيلي 26 فتاه كانوا راكبين في ميكروباص واحد، انا عايزك تتخيلي المنظر والمشهد ازاي 26 بس بنت، بس في 26 بنت في ميكروباص المفروض بياخد 14 مش كده؟ بالفعل يا فندم. البنات دول للاسف اعمارهم صغيره، احنا بنتكلم على اعمار من 14 سنه 15 16 سنه، بيطلعوا بيشتغلوا عماله يوميه في احد المزارع مقابل اجر يومي 160 جنيه، بيطلعوا من الساعه 6 الصبح بيرجعوا مع اذان المغرب، بيشتغلوا في التغليف وتنظيف العنب وغسل العنب وتقطيع العنب، بيصرفوا على بيوت وفاتحين بيوت وبيساعدوا اهاليهم وهم بنات صغيرين، بيستغلوا فتره الاجازه معظمهم بيدرس، بيستغل فتره الاجازه عشان يروح المزارع يحصلوا على 160 جنيه يساعدوا اسرهم. المشهد ده متكرر كل يوم، من ضمنهم بنت اسمها جنى عندها 14 سنه، النهارده كان اول يوم عمل ليها في هذه المزرعه، وكانوا راكبين الميكروباص والميكروباص كان توقف المعدية بتشيل كذا عربية جنب بعض، للأسف هذه العربية كانت آخر عربية على حافة المعدية، وزي ما قلت حضرتك المعدية منتهي ترخيصها من 8/8 2023. طب ازاي كل ده هي شغالة؟ ده دور المحليات والاجهزه المعنيه، المفترض كانت تراقب على هذه المعديه، وان المعديه دي ما بتعملش في الخفاء، يعني المعديه دي شغاله على مدار اليوم وشغاله على مدار العشر شهور. حصلت خناقه او يعني مشاده ما بين السواقين، نزل السواق العربيه كان مبطل الكونتاكت بتاعها لكن العربيه ما شدش فرامل اليد، فكانت اخر عربيه لما حصل خبط للعربيه، العربيه طبعا رجعت مع الناس الموجوده كتيره فيها وثقل العربيه، نزلت بسرعه في الميه، بداوا السواقين يقفزوا في الميه وينقذوا ما يمكن انقاذه مع وجود الانقاذ الناري. بعد ذلك تم انتشال عدد من الضحايا ما بين غرقى وما بين مصابين، عندنا حتى الان حوالي 15 حاله وفاه، 9 مصابين. دي مش اول واقعة تحصل في المنطقة دي، يعني قبل كده زي ما كنت بحكي في العمال في شهر 2 الحادثة، يعني بالفعل يوم 25/2 اللي فات من 90 يوم تحديدا كان في حادث مشابه لهذا الحادث بالقرب من هذه المنطقة، وراح ضحيته 10 عمال للأسف بسبب ايضا معدية للموت. للأسف هذا الامر متكرر، للأسف عندنا كمان قوانين، قانون من سنة 56، قانون 10 لسنة 56 بيقول إن المخالفات في مثل هذه المعديات 10 جنيه. هذه 10 جنيه المخالفة؟ المخالفة مخالفات المعديات وفقا لهذا القانون 10 جنيه. تخيلي قانون مر عليه أكثر من 70 سنة لم يتم تعديله حتى الآن، ومن ثم القيمة المالية أصبحت عديمة الجدوى يعني. أصل 10 جنيه من 70 سنة يعني ده يعني حلوة يعني يعني رقم كويس كغرامة، لكن دلوقتي 10 جنيه يعني ولا حاجة.
ولا 100 ولا 1000 الحقيقة. ولا اي حاجه تساوي ارواح يعني الصبايا اللي غرقوا النهارده، وهذه المعديه اللي بتعمل للاسف رغم وجود مخالفات عديده زي ما قلت حضرتك. يمكن ابرز مخالفه اللي ما فيش سياج بيمنع ان العربيه تقع، يعني حاجه على حافه المعديه. صحيح، يعني ايه الدنيا متسابه كده؟ طبعا في مخالفات جسيمه داخل هذه المعديه، ده اللي خلى الاجهزه المعنيه انها تنهي ترخيص هذه المعديه ولا تجدد ترخيصها مره اخرى. طيب يعني دلوقتي عشان كان في تضارب شويه في الارقام بتاعه الضحايا، يعني ايه كم واحده ماتوا وكم واحده لحد الان يمكن لم يصدر بيان رسمي، لكن وفقا لاقوال اسر الضحايا واقوال شهود العيان احنا بنتكلم في حوالي 15 حاله وفاه، 9 مصابين، 2 مفقودين، احنا بنتكلم على 26 شخص، ال 26 بنت كانوا داخل هذا الميكروباص. يعني طيب المخالفه كمان اللي احنا لازم نقف عندها، هو ازاي يحمل كل العدد ده؟ ميكروباص يركب 14 يحمل العدد ده كله؟ والله احنا قدام مخالفات عديده يا استاذه انجي، قدام مخالفه ان عربيه متكدسه ببنات صغيره، قدام عماله صغيره، ناس بتشغل اطفال، بتتكلمي على بنات عندهم 14 سنه و15 سنه بيشتغلوا في عماله، وده مخالف للقوانين العمل. احنا بنتكلم على مخالفات عده للاسف حصلت ارواح البنات الصغيرين في ظهر عمرهم. يعني انا فاكره مكالمتك معانا في شهر 2 وكنا بنتكلم عن العمال واللي حصل، والنهارده احنا في شهر 5 اهو وفي اخر 5 وبنتكلم عن الضحايا البنات دولت، يعني هل في شهر 8 هنرجع نتكلم انا وحضرتك؟ والله في مكالمات ثانيه يعني حضرتك تنورنا طبعا، نتكلم معاك كل يوم بس ما نتكلمش في الحاجات دي. يا رب يا رب، نتمنى والله، لان روح البني ادم هي اغلى حاجه في الدنيا. اشكرك استاذ محمود عبد الراضي رئيس قطاع الحوادث في موقع وجريده اليوم السابع. معنا اسامه احد شهود العيان. يا استاذ اسامه احكي لنا ايه اللي حصل بالظبط. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك انا سواق عادي بحمل صحراوي وكده، واقف على الميزان السكه الحديد، سمعت صوت صوات، فاضطريت اجري اشوف في ايه، لقيت بيقولوا ميكروباص غرق، قلت ممكن يكون في كون ثلاثه وكده وهيطلعوهم وخلاص. لا، لقيت بقى نزلت على المعديه بشوف ايه اللي حصل وكده، اللي هي المعديه الاولى من هنا على بعد 50 متر، لقيت الناس بتفضفض في قلب البحر والاطراف بتترمى لهم ومحدش فايل اي حاجه. كنت انا على المعديه الاولى ورمينا لهم السوق حوالي دي 5 طلعناهم، وافتكرنا بقى اللي خلاص كده خلصهم، لقيت واحدة جبناها من على الواير برضك، وبعدين لقيت واحدة ميتة في نص البحر نطيت عليها برضك وجبتها وكده. فموقف صراحة ربنا أتاري بسأله من كان في كان في شفت بنات جوه الميكروباص مزنوقين مش عارفين يخرجوا؟ لا، ما المشكلة بقى الميكروباص المعدية اللي هي الثانية، الميكروباص بقى على بعد 50 متر مننا. بس أنا كنت في حاجة اسمها المعدية الأولى. الناس بقت جاية ماشية في قلب البحر. فالميكروباص ما يقع، ما حد شافه، احنا كل اللي احنا شفناه اللي هو الناس بتفض، كل اللي انا عايزه انقذ الناس. يعني الناس بتقول لك الحقني عايزه اشتري بس اتعلق بيها كده. عمق الميه قد ايه في الحته دي؟ لا، عمق الميه حوالي على بعد اللهم صل على النبي كبير جدا، يعني اقل حاجه 8 امتار 10 امتار. البحر غريب جامد. يعني مش مسقه ولا اي حاجه، ده بحر. والموج عالي والميه جامده، الطيار جامد كمان. لقيت واحده مسيه على وشها كده، اللي هي دي جبناها ديت، جبناها ما رضيتش اسكت، قلت والله يا فتلاقي حي يطلعي من ايه. لقيتها مكفيه على وشها فين؟ ماشيه في وشها على وش بين الميتين. ما حدش شايفها قوي، بس انا وانا ببص كده على العوامه، ببص شمال وببص يمين، لاحظتها وهي ماشيه في قلب العوامه زي السمكه اللي ماشيه بين الميتين كده، بالجزمه بقى بتاعتها وحاجتها وكده. في اي اضطريت بقى نطيت عليها ديت على طول، طلعت ايه قدامها على طول، مسكتها لفيت قدامها كده وجبتها، رمولي بقى ايه الاطواق النجاه دي، مسكتها في ايد وحطيت ايدي على طول النجاه وفوق فيها. اسمها جنة.
طيب أشكرك يا أستاذ أسامة. أستاذ أسامة هو أحد شهود العيان في معدية أبو غالب أو معدية الموت. أتمنى إن احنا يعني ما نرجعش نتكلم تاني عن النوع ده من الحوادث. أتمنى يعني المسؤولين يعني يقفوا عند الحادثة دي بطريقة حازمة وحاسمة. طيب طبعا احنا في شهر مايو، بس احنا حاسين ان هو قلب شويه على اغسطس او قلب كتير على اغسطس، يعني بقى لنا كام يوم حر ورطوبه مش عارفين ناخد نفسنا، لو نزلنا دقيقه الشارع ما بنقدرش نتنفس. الموقف يعني الحقيقه صعب. هيئه الارصاد بتقول ان درجات الحراره دي هتكمل معانا ليوم الجمعه، وان درجات الحراره كده معديه الـ40، وبعد يوم الجمعة هتنزل من 3 لـ5 درجات. دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، دكتورة منار أهلا بحضرتك معنا في مصر جديدة. إيه اللي حاصل؟ درجات الحرارة مرتفعة دلوقتي ليه كده وإحنا لسه في شهر مايو؟ أمال يعني في أغسطس هيحصل لنا إيه؟ دكتورة منار سامعني؟ سامعة حضرتك استاذة انجي، اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. درجات الحرارة 40 واحنا لسه في مايو، حرانين طهقانين واحنا في مايو، امال في اغسطس هيحصل ايه؟ هو طبعا احنا عندنا موجة شديدة الحرارة بتأثر على معظم محافظات الجمهورية. احنا بالامس كانت ذروة الارتفاعات وسجلت العظمى على القاهرة الكبرى في الظل 41 درجة مئوية، اليوم ايضا عظمى على القاهرة الكبرى مسجلة 38 درجة مئوية، وطبعا احنا احساسنا اعلى من القيم دي بسبب طبعا وجود اشعه الشمس خلال فتره النهار. في رطوبه، هي نسب، هي في رطوبه بس ضعيفه، يعني بس احنا حاسينها قوي. هي مش مرتفعه بالشكل الكبير زي فصل الصيف، لكن احنا بناكد ان احنا دايما في النص الثاني من فصل الربيع، وعاده في نهايات 5 وفي شهر 6 بنسجل قيم درجات حراره اعلى من اللي احنا بنسجلها في فصل الصيف، لكن فصل الصيف مشهور دايما بالارتفاع في الحراره بسبب ارتفاع الرطوبه العالي جدا اللي بيخلينا نحس بقيم درجات حراره اعلى من قيم درجات حراره فصل الربيع. احنا في الاعوام الماضيه كنا في شهر 5 في بعض السنوات سجلنا قيم درجات حراره ما بين ال 45 وال 46 عظمى على القاهره الكبرى. يعني احنا نقول الحمد لله على ال 40 دي. هو هي الفكره ان الموجه دي طويله، يعني احنا دايما متعودين على الموجه يومين ثلاثه درجات الحراره، بالظبط كده يومين ثلاثه بالكثير جدا، لكن الموجه دي استمرت معانا اسبوع. هي بدات الخميس الماضي مستمره معانا لحد يوم الخميس اللي جاي بقيم درجات حراره يعني من الجمعه هنشم نفسنا شويه باذن الله. يوم الجمعه ان شاء الله هتنخفض قيم درجات الحراره بمعدل من 4 لـ6 درجات في معظم المحافظات الشماليه، السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، هيحصل انكسار لحدة الموجة بشكل كبير. الجمعة والسبت قيم درجات حرارة هتكون حول المعدل ما بين 34-35، فطبعا هي أقل حدة من اللي احنا بنشهدها خلال هذا الأسبوع. هيكون في نشاط لرياح يلطف الأجواء الصغرى، فترة الليل هتنخفض كمان، فهنحس بأجواء أكثر اعتدالا من الأجواء اللي احنا بنعيشها خلال هذه الأيام. فلسه الموجة مكملة معانا لحد يوم الخميس، احنا عندنا بكرة الأربع والخميس نستحمل يومين كمان، يعني بالظبط يومين كمان، والعظمى على القاهره الكبرى هتكون 39 درجه مئويه، محافظات الصعيد ما بين 44 الى 45 درجه مئويه، فلسه الاجواء شديده الحراره مكمله معانا يومين كمان، اجواء مائله للحراره فتره الليل، لان كمان التاثير على فتره الليل واضح بشكل كبير، ومع يوم ان شاء الله الجمعه والسبت يحصل انخفاض في قيم درجات الحراره وانكسار للموجه، خاصة انه هيكون مصاحب مع انخفاض قيم درجات الحرارة نشاط الرياح، ده اللي هيساعد بشكل كبير على تلطيف الاجواء واحساسنا بالانخفاض فترات المساء وساعات الليل بشكل كبير. شكرا دكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي للهيئة العامة للارصاد. طيب الناس اليومين دول تلاقي ناس ماشية بتكلم موبايلاتها، تجربة جديدة، ترند جديد مع طرح نموذج احدث من تطبيق الذكاء الاصطناعي اللي هو الشات جي بي تي. التحديث الجديد بيقدر يخليك تدردش مع الذكاء الاصطناعي في اي موضوع باللهجة المصرية، طبعا بأي لغة معتمدة بيتكلمها البشر. ناس كتير اختبرت التحديث الجديد، وفي ناس بقت بتتنافس على انها تعقد الذكاء الاصطناعي بأسئلة صعبة، وهم في الحقيقة مش عارفين انهم كده بيدربوا الذكاء الاصطناعي على الرد على اي سؤال، لانه الذكاء الاصطناعي بيتعلم على فكرة من البشر مش العكس، يعني بيجمع طول ما هو ماشي المعرفة والمعلومات من البشر ومن أسئلتهم، وكل ما يجيله سؤال ويجاوبه ده بيبقى إضافة جديدة لقاعدة بياناته اللي مش محدودة واللي بتتجمع وبتترجم وبتتقري
وبتتجاوب بسرعه رهيبه. كمان التحديث ده بقى قادر يصيغ الجمل وينطقها بشكل صح وبشكل منطقي، ومعنى انه الذكاء الاصطناعي يدخل مساحه المنطق فده معناه انه مساحه الخطر على البشريه وابداعها وشغلها بقى اكبر. معانا على تليفون المهندس احمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات، اهلا بيك معانا في مصر جديده. يعني خلينا نشوف معاك التجربه اللي انت عملتها، انت شخصيا دخلت سألت الذكاء الاصطناعي عنك، يعني قلت لهم كده يعني ايه تعرفوا المهندس احمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات، تعالوا نشوف الذكاء الاصطناعي قال ايه. انا بسألك، تعرفي المهندس احمد طارق خبير امن المعلومات في مصر ولا لا؟ المهندس احمد طارق بيحذر دايما من الروابط المجهولة والهندسة الاجتماعية اللي هي الطريقة للاحتيال. ينهر ابيض، اقناع الاشخاص بمشاركة انا مش مصدق الحساسة. وكمان بيتكلم عن استخدام الذكاء الاصطناعي في اختراق الأنظمة وجمع البيانات الشخصية، وبيشدد على أهمية حماية المعلومات الشخصية. ما شاء الله كل ده انت تعرفني منين ولا تعرفيني منين؟ تطلب بيانات حساسة. لو عندك أي سؤال تاني عن المجال ده أو عن المهندس أحمد طارق قولي. حلو قوي، انت فاجئتيني بالمهندس احمد طارق عن الاسئله اللي انت قلتها لي والاجوبه والحاجات دي. هل هو شخصيه مشهوره كده ولا معروف عن طريق ايه؟ المهندس احمد طارق معروف في مجال امن المعلومات وتكنولوجيا المعلومات في مصر. هو بيلفت الانتباه من خلال مشاركته في برامج تلفزيونيه ومداخلات اعلاميه على قنوات مختلفه زي اكسترا نيوز ومصر الجديده مع انجي انور. ايه ده؟ جايبه سيرتي ليه الست دي؟ باشمهندس احمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات، مساء الفل، جايبه سيرتي ليه؟ اهلا بحضراتكم جميعا. ليه جايبه سيرتي؟ واهلا بالذكاء الاصطناعي معنا لانه سمعنا دلوقتي على فكره، انا فاتح شات جي بي تي على الهواء اهو. سلم لي عليها. اهلا بحضرتك يا استاذه انجي، وحضرتك معروفه طبعا عالميا من ناحيه الذكاء الاصطناعي وغيره، وطبعا دي حاجه مهمه جدا ان احنا ننبه عليها الناس. دلوقتي الذكاء الاصطناعي داخل على محور جديد تماما، والمحور ده انا كنت متوقعه من سنين سابقه لان هو مترتب على الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي هو بيتعلم من الداتا اللي موجوده من الانترنت في الباراميترز بتاعته، وفي نفس الوقت بيتعلم من الناس على حسب ما هم بيعملوا. والفيديو اللي حضراتكم شفتوه ده برضو ده فيديو محادثه صوتيه، ولكن هنزل فيديو تاني محادثه مرئيه، يعني انا فاتح الكاميرا وبمشي، وكل ما بمشي في حاجه انا فعلا ما بعرفهاش وبسالها هو ايه الحاجه اللي قدامي دي، حتى لو من بعيد بقول لها ايه الحاجه اللي قدامي دي عينه واللي انت شايفه ايه، واقعد اتكلم معاها يعني اقول لها باي لهجه بختبرها، لدرجه ان انا اتكلمت معاها سعودي وقلت لها اهلا كيف حالك ايش اخبارك؟ اللغه السعوديه اللهجه السعوديه ولا ما تعرفي تتكلم سعودي؟ قعدت تتكلم معايا سعودي بحت، وقعدت تتكلم معايا. انا عارفه انك بتكلمنا من جده النهارده. النهارده انا في جده وراجع مصر قريب جدا، بس انا عايز اقول لحضراتكم ان المحور ده لو ما استغلناهوش صح في حياتنا فعلا فعلا هيكون في يعني تطورات كبيره هتفوتكم. ازاي يعني؟ يعني ايه نستغله صح ازاي ونستغله غلط ازاي؟ حلو، انا عايز بقى الناس تسمعني كده وتقول تعمل الخطوات اللي انا هقولها لحضراتكم دي. اول حاجه تحدد انت وظيفتك ايه او شغال ايه او انت عايز تشتغل ايه كشغل حر. تاني حاجة انت عايزك تدخل ادوات الذكاء الاصطناعي في حياتك ازاي؟ انا اكيد لما اقول لك دخل ادوات الذكاء الاصطناعي في حياتك هيجي في بالك شات جي بي تي انك تساله ويرد عليك، او هيجي في بالك فلان الفلاني غنى بصوت فلان الفلاني، لكن مش ده الذكاء الاصطناعي، ده يمثل 0.5% من بحر الذكاء الاصطناعي لانه داخل في الطب والتعليم وغيره. عشان نوظف الادوات دي في حياتنا في موقع جمعته ليكم دي بشكل حصري اسمه AITools.FYB. الموقع ده وظيفته انك هتكتب وظيفتك في المربع البحث، واول ما تكتب وظيفتك هيجيب لك ادوات كتير جدا تناسب وظيفتك، ويقول لك بثلاث حاجات، يقول لك هل انت عايز بشكل مجاني اللي هي الفري اللي هي الاداه دي وتعمل بشكل فري تماما من غير اي مصاريف، والحاجة التانية ان انت حاجة اسمها فريميوم اللي هي تجرب الاداء اسبوع وبعد كده تبقى بريميوم اللي هي تبقى مدفوعة الاجر في الشهر،
والخانه الثانيه اللي هي بريميوم، اللي هي بريميوم بقى اللي هي البيد المدفوعه، يعني انت تستخدم الاداه لازم تدفع عشان تستخدم. هنا بقى هنقف عند نقطه ان في ناس كتيره جدا لسه متخوفه وعندها تخوف ان احنا ندفع على حاجه على الانترنت او برنامج على الانترنت عشان خاطر يخدمنا، مش ده نصب ازاي، ده ممكن البطاقه الائتمانيه بتاعتنا تتسرب، ممكن. انا عايز اقول لك يا عزيزي ان الكلام ده كله مش موجود. الذكاء الاصطناعي هي منتج مقابل خدمه، منتج هتستخدمه هيخدمك، فبالتالي لازم تدفع عشان تشترك، لانه بعد كده فعلا انت هتدفع على الانترنت فلوس كتيرة جدا عشان تشترك. فلو انت ما استغلتش النقطة دي وتدخل ارباح من الانترنت تسدلك مدفوعات الذكاء الاصطناعي اللي انت هتستفادها بحياتك، يبقى لازم تراجع نفسك كويس قوي، لان احنا على محور انا خايف يفوتك. ليه طيب. المحور اللي خايف يفوتك ده انه الذكاء الاصطناعي دايما بيتطور ودايما توليدي، احنا لازم نركب القطر من اول محطه علشان بالزبط. يعني نتطور معاه. لا ده احنا محتاجين يعني ما بالزبط. ترجع ان شاء الله من جده يكون لنا لقاء طويل. بس سؤالي أكيد بس يا فندم. سكارليت جوهانسون اعلنت انها رافعه قضيه لانه شافت ليها او سمعت صوت للذكاء الاصطناعي بيتكلم تمام. بصوت شبه صوتها بطريقه يعني خارجه شويه، فعملت فعلا. هي قضيه، فيعني واضح انه يعني احنا داخلين على مرحله صعبه. الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي هل سالت نفسها سؤال كده؟ الموديلات اللي بيعملها الذكاء الاصطناعي، الحاجات اللي بتعملها الذكاء الاصطناعي، هل الروبوتات دي اللي احنا بنشوفها دايما بتطلع وبتتحدث، هل سالت نفسها سؤال منين جابت عين الروبوت ده؟ منين جاب شكل الروبوت ده؟ منين جاب شعر الروبوت ده؟ الحاجات دي كلها انا كتحليلي وقلته من كام سنه، قلت ان هو بياخد من صور الناس اللي موجوده ومن اصوات الناس اللي موجوده ويجمعها ويحطها بشكل روبوت. هي بياخد بتطلب من اعتماد تشريعات مناسبه للمساعده في ضمان الحقوق الفرديه، وقالت ان احنا في وقت نكافح فيه جميعا التزييف العميق ونعمل على حمايه صورتنا وعملنا وهويتنا. اعتقد انه هذه الموضوعات تستحق الوضوح المطلق. طبعا طبعا، لانه الاصوات المستخدمه وبغير وجه حق طبعا في محاكمات قانونية. وطبعا أنا بطمن الناس برضو من موضوع الذكاء الاصطناعي عشان خاطر بيحصل فيه نصب كتير، إنه في ناس خدوا صوت حد صاحب شركة وزيفوا الصوت وبيعوه أملاك كبيرة جدا بصوته، ودي مشكلة برضو كتيرة بتحصل وتنصب عليهم كده. لكن بطمن الناس إن الشركات الكبرى زي أوبن إي آي وشركة ألفابت وشركة ميتا اتحدوا مع بعض وعملوا حاجة كان لازم يعملوها من بدري، اللي هم أي منتج أو أي صورة أو أي حاجة تم استخدام الذكاء الاصطناعي فيها لما تنزل على منصتها هيكون في زي ساين أو علامة أو مارك أو نقطة حمراء كده على كل منتج أو مستخدم بيستخدم الذكاء الاصطناعي، يقولك انتبه الذكاء الاصطناعي مستخدم في الصورة دي. فبالتالي احنا حدينا من حاجات كتيرة جدا. كويس جدا، اشكرك وان شاء الله ترجع من جدة ويكون لنا بقى لقاء مطول ان شاء الله. شكرا شكرا جدا يا فندم. اشكرك المهندس احمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات. طيب عايز اقول لكم كده حاجة سريعا دلوقتي، انتوا عارفين مهرجان كان شغال اخر يوم ليه يوم 25 مايو، طبعا دي الدورة ال 77 من المهرجان. المهرجان عرض فيلم وثائقي اسمه The Apprentice. The Apprentice انا قعدت ادور عليها يعني ايه The Apprentice، لقيتها معناها المتدرب التلميذ الصبي. ما علينا، الفيلم ده عن ايه؟ الفيلم ده بيحكي قصة دونالد ترامب الرئيس الامريكي السابق واللي هو مرشح رئاسي في الانتخابات الامريكية القادمة. الفيلم طريقة معمول بالطريقة التسجيلية بيتناول حياة دونالد ترامب واتعرض في مهرجان كان. الفيلم ده من اول ما اتعرض عمل حالة جدل فظيعة جدا جدا جدا. ليه عمل حالة الجدل الفظيعة دي؟ لانه كان في مشهد اغتصاب، كان في الفيلم في مشهد اغتصاب. دونالد ترامب في الفيلم بيقوم باغتصاب زوجته، ما أذهل الحاضرين زي ما اتقال كده يعني، والنقاد والناس اللي كانت حاضرة الفيلم. طبعا مش المشهد ده هو المشهد الوحيد اللي كان محل جدل، ولكن يعني كان في مشهد آخر وهو بيتناول حبوب الأمفيتامين، ومشهد وهو بيعمل عملية شفط دهون، ومشهد وهو بيعمل عملية جراحية لإزالة بقعة صلعاء
عنده، ومشهد انه ترامب لا يظهر الولاء للمعلم بتاعه وهو بيحتضر بسبب مرض الايدز. والحقيقه يعني مشهد كمان انه موظفين البيت الابيض كانوا بيقوموا بتطهير منزله بعد ما مشي. الحقيقه الناس بتوع الحمله بتاعه ترامب انزعجوا جدا من الفيلم ده، وقالوا ان احنا هنرفع دعوه، ووصفوا الفيلم قالوا عليه سنرفع دعوه على هذه القمامه، وصفوا الفيلم كده انه هذه القمامه، وقال ان الفيلم ده اصلا خيال خالص لا يمت للواقع بصله، وانه يعمل على اثاره الاكاذيب. وقالوا بقى جمله بقى خطيره جدا، انه هذا تدخل في الانتخابات من نخب هوليوود الذين يعرفون ان ترامب سيعود للبيت الابيض. يعني في اتهام لنخب هوليوود من قبل المسؤولين عن الحمله بتاعه ترامب، انهم هم قاصدين انهم يبوظوا الايمج، الصوره الذهنيه بتاعه دونالد ترامب. وقالوا انه هذا الفيلم هو تشهير خبيث. اذا فيلم The Apprentice، الفيلم الوثائقي الذي يعرض في الدوره 77 من مهرجان كان، يثير جدلا كبيرا عند عرضه في اروقه المهرجان. طيب النهارده رابطه الانديه الانجليزيه اعلنت عن وجود محمد صلاح ضمن المرشحين لدخول قائمه الفريق الافضل للموسم ده في الدوري الانجليزي. القائمه دي بتضم 60 لاعب هيتم اختيار فريق الموسم منها بناء على تصويت الجمهور عبر الموقع الرسمي لرابطه الدوري الانجليزي. صلاح الموسم ده في الدوري الانجليزي سجل 18 هدف، عمل 10 اهداف، يعني 28 مساهمه تهديفيه في بطوله الدوري الموسم ده. بس ناخد بالنا انه محمد صلاح الموسم ده ما شاركش مع ليفربول في كل المباريات بسبب الاصابه اللي حصلت له في كاس الامم الافريقيه مع منتخب مصر. صلاح شارك مع ليفربول في الدوري الموسم ده في 32 مباراه. طبعا صلاح مع ليفربول الموسم ده هم ما حققوش اي بطوله، انهوا الدوري الانجليزي في المركز الثالث بعد ارسنال وبطل الدوري مانشستر سيتي. بمناسبه اننا بنتكلم عن محمد صلاح، امبارح كنا اتكلمنا عن كابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب، انه كان طلب ان صلاح ينضم لمعسكر المنتخب قبل ميعاد الاجنده الدوليه. المشكله كانت هل ليفربول هيسمح بده ولا لا، لانهم عايزين صلاح ياخد اكبر قدر من الراحه بعد انتهاء الدوري. فعلا ده حصل، ونادي ليفربول أبلغ اتحاد الكرة المصري أن محمد صلاح هينضم لمعسكر المنتخب مع بداية الأجندة الدولية يوم 3 يونيو، مش قبل كده. في مشكلة كمان هتواجه كابتن حسام حسن، وهي أن النادي الأهلي كان رافض انضمام لاعبته قبل ميعاد الأجندة الدولية عشان اللعيبة تقدر تاخد أيام راحة كفاية بعد مباراة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا اللي هتكون يوم السبت الجاي 25 مايو. وعارفين طبعا أنه معسكر المنتخب استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم هيبدأ يوم 28 مايو، وإن شاء الله يا رب منتخب مصر يحقق الفوز في المباراتين ويقترب أكتر من حلم الصعود لكأس العالم. طيب معانا دكتور عثمان ابراهيم الناقد الرياضي، اهلا بحضرتك معانا في مصر جديده. وهل فعلا افضل ان معسكر المنتخب يبدا قبل ميعاد الاجنده الدوليه، خصوصا ان كابتن حسام حسن يعني كان عاوز كده، ولا كان ممكن يبدا المعسكر يوم 3 يونيو؟ بداية طبعا بنرحب بحضرتك وكل الساده المشاهدين. طبعا كابتن حسام حسن من اول ما جه وهو يعني عينه على قصه المعسكرات المبكره، يمكن اللي حصل قبل كده معسكر شهر مارس، وهو قال من ساعتها ان هو محتاج وقت اكبر عشان خاطر يعني يجهز اللاعبين بشكل كبير. ولكن طبعا كابتن حسام حسن لما قبل كده طبعا مع كابتن الجوهري الله يرحمه، وكده كان مع كابتن حسن شحاته، كان في كده عاده عندنا موضوع المعسكرات، لدرجه ان احنا مع كابتن جوهري الله يرحمه قبل كده عام 90 في دوري كامل اتلغى عشان خاطر منتخب مصر كان بيعمل معسكرات، فعملنا دوره تنشيطيه كده بين انديه الدوري عشان الدوري بيتلغى. فلك تتخيل كان الموضوع وصل لدرجه ايه. طبعا في العصر الحديث ده الموضوع ده صعب جدا ان هو يتنفذ بنفس الطريقه، يبقى في معسكرات مبكره بالشكل ده. كابتن حسام حسن كان قاعد حوالي 6 ايام بدري، يعني من 28 مايو لحد 3 يونيو. طبعا معسكر شهر 6 يبدا رسميا يوم 3 يونيو 3/6، يعني بعد يومين من نهايه دوري اوروبا اللي هتبقى اخر حاجه في اوروبا تتلعب
بين طبعا بروسيا دورتموند الالماني وريال مدريد الاسباني، لكن قبل كده هتكون كل الدوريات خلصانه. هل معنى ان الدوريات خلصت يمكن النهارده وامبارح القوائم بتاعت اليورو بتعلن بطوله كاس اوروبا، لك هتكون ان شاء الله الشهر شهر 6 في المانيا، ومع ذلك مفيش منتخب هياخد لعبته بدري بره المعسكر المعد لهذه المناسبه، فكل اللعيبه اللي خلصت مشوارها مع انديتها او دوريات اللي خلصت اللعبة هتاخد فتره من الراحه وبعد كده هيروحوا معسكرات منتخباتهم، بالرغم ان هم عندهم ايه كاس اوروبا، يعني بطوله مش صغيره، بطوله كبيره، بطوله دوليه كبيره، في نهايه ثاني اقوى بطوله بعد كاس العالم. ولكن في ميعاد محدد، في نظام محدد، ما حدش هيروح معسكر منتخب الا في اليوم ده. طبعا رد ليفربول كان متوقع، ان نادي ليفربول مش هيوافق ان محمد صلاح حتى لو تواجد في مصر او حتى خلاص هو خلص مشواره زي ما حضرتك ذكرت من شويه، وليفربول خلص مبارياته وما عندوش ماتشات ثانيه، مش واصلين نهائي كاس الاتحاد اللي هو اخر مباراه في انجلترا، معروف ان في انجلترا اخر مباراه في الموسم مباراه نهائي كاس الاتحاد الانجليزي. فليفربول ما تاهلش ليها وخلص مشواره في الدوري وما وصلش، ما كملش في دوري ابطال اوروبا وما كانش في دوري ابطال اوروبا وما كملش في الدوري الاوروبي، وبالتالي مشوار ليفربول السنه دي انتهى، ماتشاته خلصت، الفرقه كلها هتاخد اجازه، سواء بقى اللعيبه الدوليين هيروحوا منتخباتهم زي محمد صلاح كده امتى؟ يوم 3/6 وفقا للاجهزه الدوليه، محدش هيروح قبلها. طيب هل النادي الاهلي هيسمح بانضمام لاعبته للمعسكر بعد مباراه الترجي بثلاث ايام، ولا ممكن يعمل زي ليفربول ويخلي اللعيبه تنضم مع ميعاد الاجنده الدوليه؟ طيب احنا لحد اللحظه اللي بنتكلم فيها دلوقتي حالا دي الاهلي متمسك ان لعيبه الاهلي يروحوا 3/6 لحد اللحظه اللي بنتكلم فيها دي، ولكن اعتقد بعد نهايه ان شاء الله يوم السبت الجاي ولو عدى على خير والاهلي فاز باللقب، ربما هيبقى في جلسه ما بين استاذ جمال علام اتحاد الكوره مع كابتن محمود خطيب رئيس النادي الاهلي ومسؤول النادي الاهلي عشان يوصلوا لحل وسط، ولكن الملف كله لحد دلوقتي مقفول، ان الاهلي رافض تماما ان اللعيبه الدوليه يروحوا معسكر المنتخب قبل يوم 3 يونيو. وطبعا المشكله دي لو تفتكر احنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده، وان سبب الازمه ان كان في وعد من كابتن حسام حسن لما اتكلم ما تواصل مع مارسيل كولر المدير الفني النادي الاهلي ساعه المعسكر بتاع شهر مارس اللي هو كان معسكر ودي، انه ما يجهدش لعيبه الاهلي بشكل كبير، لان كان في ماتش كرواتيا يوم 26 مارس وكان الاهلي عنده مباراه في تنزانيا يوم 29 مارس، درجه لعيبه الاهلي الدوليه عشان خاضوا ماتش منتخب مصر اللعيبه كلها شاركت فيه ما عدا مصطفى شوبير اللي كان مستبعد وامام عاشور اللي كان مصاب، الباقي كله لعب يمكن شوط على الاقل، فطبعا اللعيبه راحت لتنزانيا ما اتمرنتش ولا تمرينه لحد موعد المباراه. طبعا دي كانت ازمه كبيره جدا جدا، وده اللي مخلي كولر زعلان وغضبان من اللي حصل من الجهاز الفني لمنتخب مصر، عشان كده قال خلاص اي معسكر بعد كده وقت ما يبدا المعسكر هيروحوا في الميعاد الرسمي. وطبعا خلي بالك من حاجه، ان هو وفقا للفيفا وقواعد الفيفا ما حدش يقدر يلوم على النادي الاهلي بحاجه، لان ده هو ما حرمكش من النوعيه بتاعته، هو قال لك هجيب لك اللعيبه في الموعد الرسمي، عشان كده بنقول دايما لازم يكون في علاقه وديه وفي تواصل مستمر بين الجهاز الفني منتخب مصر مع كل الاجهزه الفنيه لكل الانديه، وعلى فكره مش كده بس، ربما الجهاز الفني المنتخب يتواصل ليه عشان يعرف حاله اللعيبه، لو في مثلا برنامج معين معمول لهم، اللعيبه اشتكى من حاجه، يبدا يبقى في تنسيق كامل لكل اللاعبين خلال الفتره دي. احنا يهمنا طبعا الاهلي يفوز بلقب دوري ابطال افريقيا، يهمنا منتخب مصر يفوز على بوركينا فاسو وغينيا بيساو ونقرب خطوه كبيره جدا من ضمان تاهلنا لكاس العالم. عايزين يعني الكره الافريقيه، مصر كبيره قوي في افريقيا، شفنا الزمالك خد الكونفدراليه، ان شاء الله هياخد دوري ابطال افريقيا وبعدها منتخب مصر يؤكد هذا التفوق، يعني اتمنى الامور تهدى، نعدي بس يوم السبت على خير يا رب يعدي على خير. شكرا دكتور عثمان ابراهيم الناقد الرياضي. سريعا كده، توني كروس طبعا نجم ريال مدريد اعلن خلاص انه الصيف ده بعده هو هيعتزل نهائيا كرة القدم بعد انتهاء مشاركته في كأس أمم أوروبا يورو 2024 واللي بتستضيفها بلاده ألمانيا. خلاص توني خلاص هينهي عقده الجاري مع النادي وهيعتزل كرة القدم نهائيا زي ما هو أعلن. طبعا صاحبه وحبيبه كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي بعت رسالة لتوني كروس لاعب ريال مدريد الأسباني بمناسبة اعتزاله، ويعني الرسالة يعني كانت لطيفة جدا. طبعا كريستيانو رونالدو كان موجود في الرياض وكان بيشاهد المباراة الكبيرة اللي كانت حاصلة في الرياض من خلال موسم الرياض،
والملاكم الامريكي جارسيا قال لك انا فقدت المحمول بتاعي بس كريستيانو رونالدو هو اللي لقاهولي وجابهولي. طبعا كريستيانو رونالدو يزين قائمة البرتغال في يورو 2024، اذا هو على قائمة منتخب البرتغال الاساسية اللي هتخوض بطولة كأس الامم الاوروبية يورو 2024 والمقرر اقامتها في المانيا. بعد الفاصل عندنا ايه في مصر جديدة، هنسأل ايه هي سيناريوهات انتقال السلطة في ايران بعد وفاة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، هل منصب الرئيس الايراني هو الاهم والاكثر تأثيرا في تحديد السياسة العامة للدولة، هل ممكن تغير وفاة الرئيس من الدعم الايراني لمحور المقاومة في المنطقة، ايه هي الصورة دلوقتي في الداخل الايراني، هل المعارضة الايرانية هتستغل الفرصة وتفرض وجودها في الانتخابات، ازاي ممكن تأثر القوى الغربية على الانتخابات الرئاسية اللي فرضها الامر الواقع، ومن هو المرشح الأبرز لتولي الرئاسة في إيران، ومن المرشح لخلافة المرشد الأعلى في منصبه الرفيع، وهل تورط إسرائيل في اغتيال الرئيس الإيراني مطروح في الداخل الإيراني، هل كشف حادث سقوط طيارة الرئيس عن هشاشة وضعف وعشوائية الوضع في إيران، أسئلة كثيرة جدا، ملفات مهمة جدا فرضتها الوفاة المفجعة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث طيران مريب، هنطرحها على ضيفي دكتور بشير عبد الفتاح الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في مصر جديدة بعد الفاصل. عدي ونانسي ويارا دول أكبر وأشرس الحيوانات اللي بيربيها صلاح طلبة صاحب 57 سنة في مملكته الخاصة، واللي بتحتوي على العشرات من الحيوانات والزواحف اللي بيعتبرهم صلاح أفراد من أسرته، فيا ترى إيه القصة؟ احنا بدأنا الشغلانة دي زي ما قلت من فوق 200 سنة من أيام الملك فاروق وقبل الملك فاروق ما يمسك مصر، شغالين في الحيوانات بنرب التعبين والبراس والسحالي لدرجة ان احنا بنربيها تحت السراير بتاعتنا في اوضه الكنب معلقة بمسمار في اوضه النوم. كل اللي احنا عملناه لها بترين ونور. جدي طلبة الله يرحمه بيشتغل في الحيوانات مع الملك فاروق، كانت الشغلانة زمان بيصطادوا يعني صيد، يتباهوا بالصيد يعني اللي يمسك ثعلب يمسك تعبان يقول لك الراجل ده قلبه جامد. بعد كده دخلت فيها كليات العلوم والطب، بقينا نودي جامعة القاهرة كلية العلوم، كنا بنخدم البحث العلمي، كان زمان الفلوس قليلة بس فيها بركة، كنا بنبيع الضفدعة بتعريفة. جدي قال لي بعت الخمس ضفادع بنكلة. بشتغل وانا عمري 7 سنين، عندي 57 سنة، بقالي 50 سنة بشتغل في الحيوانات، غويها، كل اللي انا عملته قلت اعمل معرض حيوانات اوري للناس ان احنا كعيلة او في بيت او شغلانة غاويين الشغلانه دي مش هنبطلها ولا هنسيبها. اصطدت تعابين، اصطدت براس، اصطدت سحالي، اصطدت ضفادع، كل حاجه اصطدتها، ما فيش حاجه ما اصطدتهاش، ثعالب، ديابه، كل الحيوانات اكتريت المفترسات اللي عندي واخدها من حديقه حيوان الجيزه بورقه رسمي من الدوله. عندي اسد ملك الغابه، عدي ونانسي ويارا، عندي ضبع اللي هو الهينه اسمه الهلمي، ذكر وانثى. حيوان الضبع اللي انتم ما تعرفوش او ما حدش يعرفه في العالم كله ملحوظه ياكل العظام، بعض الاوقات بحط راس الحماره للضبع ياكلها وياكل عظم الحماره واسنان الحماره بحالها ما يخليش عظمايه، اقوى من الاسد كفك، انما الاسد اقوى كهيبه، هو الاسد في الغابه هو ملك الغابه. عندي ورود، عندي نسانيس، عندي ديابه، عندي ثعالب. الحيوانات ما فيهاش فلوس، مش باصص للفلوس، انا باصص ان الزبون اللي جه يتفسح عندي اتفرجوا عندي في الحديقه شاف حيوانات حلوه نظيفه ما فيش ريحه. كان نايم هنا انا واولادي في الحديقه، لو ما سمعت صوت الاسود والضبع صوت وزغرت بالليل ما بنبسطش، لو ما نزلتش الساعه 3 4 من على سريري او من على مرتبتي اللي انا نايم عليها وشفت الحيوانات عامله ايه ما برتاحش.
العمال اللي قاعدين معايا نايمين اعمل لهم اوضه ورا اوضه الاسد دي، نايمين 24 ساعه بصحيهم من نومهم اقول لهم شوفوا الاسد بيقول ها، فرحان ولا زعلان؟ الحيوانات اللي عندي انا بحبها اكتر من نفسي. انا شغال فرد ومعايا 5000 نفر بيشتغلوا في الحيوانات كلهم بيكملوني. انا نفسي اعمل اكبر حديقه حيوان في العالم، اعمل حديقه واوري للناس انا بربي الحيوانات ازاي. بدأوها بتربية الزواحف ووصلوا لتربية الأسود والضباع، رحلة طويلة مرت بها عائلة طلبة عشان تبقى أشهر عائلة متخصصة في تربية الحيوانات في مصر. وكلمة السر حب الحيوان والقدرة على التواصل معه. يحيى علاء، مصر جديدة، ETC. إيران مش دولة عادية في المنطقة، صحيح هي مش دولة عربية لكنها عاملة كده زي الأخطبوط في الجسد العربي، أخطبوط متعدد الأزرع، كيان عقائدي محكوم بخلطة دينية سياسية شديدة التعقيد. إيران ليها أزرع واضحة في الجزء الأسيوي من الوطن العربي، نفوذ في بعض دول شرق آسيا، غير بعض الجاليات المنتشرة، الجاليات الإيرانية طبعا المنتشرة في العالم كله، جاليات ليها مرجعية واحدة في معظمها وتبعيات مذهبية تحت العباءة الشيعية باعتبارها دولة الشيعة في العالم. إيران يعني جماعات وميليشيات وحكومات في سوريا والعراق، يعني جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان. عشان كده حادث وفاة الرئيس الإيراني في سقوط طائرته ووفاته مش حدث داخلي لدولة في الإقليم. إيران مش مجرد دولة في الإقليم، وأي تغيير سياسي فيها بيسيب أثر على الشرق الأوسط كله. أي احتمالات لتغيير منهج الحكم اللي اتولد على إيد الثورة الإسلامية ممكن يأثر على الأوضاع على الأقل في 4 دول عربية بشكل مباشر، وممكن يأثر كمان على الحرب الإسرائيلية على غزة. إيران بتدعم بشكل مباشر أو غير مباشر أكتر من 20 جماعة مسلحة، معظمها متصنفة كجماعات إرهابية على ميزان الغرب والأمريكان. عشان كده المشهد في إيران مهم، ولأن في سيناريوهات بتتكلم عن تورط إسرائيل في اغتيال الرئيس الإيراني، وده لو حقيقي فإحنا قدام سيناريوهات كتير، أولها انفعالي والتاني مكتوم. كمان المشهد في إيران والارتباك اللي حصل في الإعلان أو التعامل مع تفاصيل الحادثة نفسها وتأمين الرئيس مشهد كاشف وعشوائي وضعيف ومحتاج إعادة نظر. غير كده الحادثة واللي حصل بعدها من ترسيمات سريعة جدا بيقول إن في قلق وخوف من استغلال المعارضة للوضع، وتكون دي بداية النهاية لنظام ولاية الفقيه، وبالتالي تغيير منهج السياسة الإيرانية بشكل كامل. ودي هتبقى لحظة تاريخية فارقة وما تتفوتش للغرب المنزعج من السياسة الإيرانية وللقوى الإقليمية اللي على طرف العداء مع طهران، وفي نفس الوقت مصدر قلق لحلفاء إيران اللي من مصلحتهم بقاء الوضع على ما هو عليه. إيران المشهد والمصير جوهر حواري مع ضيفي العزيز الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مساء الخير، أهلا بحضرتك، نورنا ضيف عزيز على. أهلا بحضرتك يا أستاذة إنجي ومشاهديك الكرام، وسعيد جدا أن أنا مع حضرتك النهاردة. إحنا الأسعد طبعا، حضرتك ضيف مقدر جدا في مصر الجديدة. خليني أبدأ من مشهد وصول جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من تبريز إلى طهران. مشهد هنشوفه كده معانا، مشهد فارق، يعني اللحظة دي لحظة فارقة. لماذا هذه اللحظة لحظة فارقة بعد ما يغيب؟ صحيح أنه رئيسي مش هو رقم واحد في إيران، هو المرشد رقم واحد في إيران، وإحنا لازم هنتكلم عن البنية المعقدة جدا ذات الطبقات للحكم أو منظومة الحكم في إيران، ولكن بالرغم من أنه هو مش رقم واحد، ولكن فكرة رحيل رئيسي بهذه الصورة ووصول جثمانه من تبريز إلى طهران وتشييعه لحظة فارقة. لماذا هي لحظة فارقة؟ مش بس على مستوى العالم، مش بس على مستوى الداخل الإيراني، ولكن أيضا في الإقليم. هي لحظة فارقة لعدة أسباب. السبب الأول أننا نتحدث عن رئيس جمهورية إيران الإسلامية، وزي ما حضرتك تفضلت في الانترو يا أستاذة إنجي، بنتكلم عن قوة إقليمية مؤثرة، دولة مهمة في الإقليم، لها تاريخ ولها حضارة ولها امتدادات خارج الحدود الإيرانية من خلال ما يسمى
بالوكلاء أو البراكسيز اللي بتعتمد عليهم إيران في استراتيجية الدفاع المتقدم، زي حزب الله في لبنان، زي حماس في فلسطين، زي الحوثي في اليمن، زي فصائل عديدة في سوريا والعراق. وبالتالي نحن نتحدث عن دولة مهمة للغاية، ورغم أن الرئيس في النظام السياسي الإيراني يأتي في المرتبة الثانية أو الثالثة بعد المرشد وقائد الحرس الثوري، إلا أنه يظل رئيس منتخب، وبالتالي المشهد مهيب بأي حال من الأحوال. أيضا كان رئيسي مرشحا لخلافة المرشد الحالي في إيران، وهذا ربما يفوق في أهميته كونه رئيسا لإيران، لأنه المرشد هو السلطة رقم واحد، هو الشخص المركزي في النظام السياسي الإيراني، وبالتالي أن يكون رئيسا ومرشحا في ذات الوقت لأن يكون مرشدا، لأن المرشد النهاردة تجاوز 85 ويعاني من ظروف صحية صعبة للغاية، والجدل بشأن خلافة هذا المرشد بدأ منذ عدة سنوات. من ست شهور يعني النهاردة رويترز قالت أنه من ست شهور اتشطب اسمه، اتشال اسمه، اتشال اسمه ربما في بورصة الترشيحات، لأنه ما فيش حاجة اسمها نائب المرشد أو في حاجة اسمها المرشح لخلافة المرشد، وإنما هي بورصة ترشيحات، وهذه تقديرات لبعض الدوائر، لكن يظل رئيسي مدعوم من دوائر استخباراتية وأمنية وعسكرية مهمة، علاوة على الحوزة الدينية في إيران التي لها قول مهم. المشهد أيضا مهيب للطريقة التي لقي بها الرئيس الإيراني حتفه، يعني دولة بهذه الأهمية والرئيس يستقل مروحية من سبعينيات القرن الماضي عمرها 50 سنة، تفتقد وسائل الأمان، وفي ذات الوقت لم يتم العثور على جثمانه إلا بعد ساعات طوال وبمساعدة دوائر خارجية. نعم. يعني إيران الدولة المهمة التي لديها برنامج لتطوير قدرات نووية، برنامج لتطوير قدرات صاروخية، برنامج لتطوير المسيرات، نجد أنها عاجزة لمدة 12 أو 13 ساعة عن تحديد موقع الرئيس ووزير الخارجية ومحافظ ولاية أذربيجان ومستشار للمرشد، 4 شخصيات مهمة للغاية، ومع ذلك هناك صعوبة في معرفة مآل أو مصير هذه المروحية. وبالتالي نحن نتحدث عن حادث يعني مفجع بكل المقاييس، ويطرح تساؤلات خطيرة ليس فقط عن عجز القدرات الإيرانية على اكتشاف الحادث وفك رموزه، ومسيرة تركية هي اللي بتكتشف الحادث، وحضرتك طبعا أيضا خبير يعني مهم في الشأن التركي، لماذا تركيا؟ لأن العلاقات التركية الإيرانية علاقات وثيقة، رغم الصراع الدموي الطويل بين تركيا وإيران، وبالمناسبة لم يكن صراعا سياسيا أو استراتيجيا فقط، وإنما كان صراعا مذهبيا، حتى أن المذهب الشيعي في إيران يعني جاء لأسباب سياسية بحتة بين الصفويين الإيرانيين والعثمانيين في تركيا. كان العثمانيون يتطلعون لخلافة العالم الإسلامي السني، إيران بحثا عن دور إقليمي وتمردا على السيادة التركية بدأت تبحث عن مذهب جديد هو المذهب الشيعي، ليكون هناك خلافة شيعية موازية أو مقابلة للخلافة الإسلامية السنية. والأتراك طبعا تبنوا المذهب الحنفي، لأنه الإمام أبو حنيفة النعمان هو الذي أجاز للخليفة خليفة المسلمين ألا يكون قرشيا وألا يكون عربيا، لذلك الأتراك تبنوا هذا المذهب علشان سليم الأول يصبح خليفة للمسلمين. الإيرانيين أو الفرس صراع هم مع الأتراك صراع قديم، صراع جيوسياسي، صراع عقائدي، لكن العلاقة تقوم على حسن الجوار، كل منهما يتجنب الاصطدام بالآخر. لذلك نجد، وبعدين تركيا بتعتمد على إيران في استيراد الغاز والنفط بشكل كبير جدا، لأن تركيا دولة غير منتجة للنفط غير منتجة للغاز، وبالتالي تعتمد في على الواردات بنسبة 95%. إيران مصدر مهم للغاية، لأنه النفط والغاز الإيراني يأتي إلى تركيا بأسعار رخيصة، خطوط الأنابيب سهلة، وبالتالي إيران دولة مهمة بالنسبة لتركيا في أمن الطاقة التركي. مسيرة تركية هي اللي بتكتشف طائرة الرئيس، والجهود التركية من أول لحظة كانت واضحة، المساعدة التركية واضحة، يعني رغم أنه المسيرات الإيرانية برضو يعني إيران قوية في الموضوع ده. الحقيقة يا أستاذ إنجي دي نقطة إشكالية للغاية، يعني إيران عندها برنامج نووي، برنامج صاروخي، برنامج مسيرات. للحظة الحالية إيران لم تحقق إنجازا كاملا في المسارات الثلاث، بمعنى أنه كتير من المشاهدين متخيلين أن إيران عندها سلاح نووي، أن إيران دولة نووية، دولة نووية يعني انضمت للنادي النووي، يعني أعلنت إنتاج السلاح النووي وجربت السلاح النووي فعلا وأعلنت دولة نووية. إيران ليست كذلك، إيران من سبعينيات القرن الماضي شغالة في البرنامج النووي من أيام الشاه بالمناسبة، مش الثورة ولا الإسلاميين هم اللي عملوا ده، من أيام الشاه في برنامج نووي، ولحد النهاردة إيران مفروض عليها عقوبات بسبب نشاطها النووي، تفتيش بشكل دائم، مش عارفة تستفيد من ثرواتها من النفط والغاز بسبب العقوبات، ومع ذلك والعقوبات دي خلت ما عندهاش
قطع غيار للبصيرات اللي عندها والمروحيات اللي عندها. سلاح الجو الإيراني كله، إيران عندها مشكلة في تطوير قدراتها العسكرية. الأسطول الجوي يعني ده مش بس حتى الأسطول الجوي الحربي، ده حتى المدني عندهم مشكلة في التطوير بسبب هذه العقوبات، لدرجة إنك بتتعامل مع طيارة ييل أمريكية بقالها 50 سنة بيستقلها رئيس الدولة الإيرانية، وفي مشكلة في الصيانة وقطع الغيار وأشياء من هذا القبيل. وبالتالي إيران عندها مشكلة في سلاحها الجوي، لأنه أحدث طائرة مقاتلة في سلاح الجو الإيراني ربما تعود إلى سبعينيات القرن الماضي. وحتى علاقتها الطيبة بروسيا لم تستطع إيران الاستفادة من هذه العلاقات لتطوير قدراتها التسليحية الجوية، لأن في قيود بالمناسبة الولايات المتحدة وإسرائيل يضغطون على روسيا حتى لا تقوم بتزويد إيران بمنظومات تسليحية متطورة. الحقيقة أن الدور التركي في الموضوع ده أثبت تفوق تركيا على إيران في مجال المسيرات. صحيح أنه إيران بتساعد روسيا من خلال المسيرات وتركيا بتساعد أوكرانيا، الحقيقة أن المسيرات التركية من طراز بير أخضر وغيرها أثبتت كفاءة أعلى من المسيرات الإيرانية. كنت بقول لحضرتك أن ثلاث برامج اللي إيران ماشية فيها تسليحيا وبتنفق عليها كل ما تملك من دمها الاقتصادي على حساب الشعب، الصواريخ الإيرانية لازال فيها مشكلة في مسألة التوجيه والمدى والقدرة التدميرية. المسيرات الإيرانية عجزت عن فك طلاسم حادثة سقوط مروحية الرئيس، وبنقول مروحية مش طائرة لأن الهليكوبتر مش طائرة، الهليكوبتر يقال عليها مروحية أو طائرة أو عمودية، لكن الطائرة هي المجنحة. هي صحيح زي ما حضرتك قلت لي قبل الهوى الرئيس ركب مروحية مختلفة عن اللي كان المفروض يركبها. الموكب فعلا كان ثلاث مروحيات لأنه المطار كان في تبريز، يعني الطائرة بقى المجنحة اللي هي الطائرة العادية كانت نزلت في مطار تبريز جاية من طهران، والمسافة دي ما كانش ينفع الطائرة تروح بيها لان ما فيش مطار في المنطقة اللي بيفتتحوا فيها السد على الحدود، فكان البديل ان هم يركبوا مروحية او هليكوبتر توديهم هذه المسافة. راحوا في امان وافتتحوا المشروع، كانوا ثلاث مروحيات وهم راجعين حصلت الأزمة دي. المروحيات الثلاثة اتنين رجعوا بسلام، واللي كان فيها الرئيس هي اللي حصل فيها الأزمة. تقارير أعلنت بالأمس بأنه الرئيس كان يستقل إحدى المروحيتين اللتين نجتا ووصلتا إلى الهدف، تم إنزاله منها هو وزير الخارجية وقالوا له غير المروحية واركب المروحية دي لأن دي اللي تناسبك. ركب يعني المروحية. كان ركب فعلا مروحية تانية وهو غير راجع. اللي سقطت غير اللي سقطت. وبعدين الأمن تم تبديل المروحية نزله قال له لا انزل دي مش مناسبة اركب المروحية. الأمن الإيراني طبعا هو بيتناقش طبعا الدوائر الإيرانية لأن طبعا الرئيس مش بيناقش لأن دي اعتبارات أمنية وفنية، يعني هو ما يسألش ليه غير المروحية غير هم عارفين هم بيعملوا ده ليه وأكيد لأسباب أمنية وفنية وتقنية. فده طبعا بيطرح تساؤلات علامة استفهام كبيرة هنا طبعا وبعدين التأخير في الإعلان وتضارب المعلومات وتأخر البيانات. يعني أنا كنت أخشى أنه إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية يطلعوا علينا ببيان ويقولوا الطيارة حصل المروحية حصل فيها كذا سقطت في المكان الفلاني والرئيس والمجموعة اللي معاه والمروحيتين التانيين يعني المروحيتين التانيين مشوا كده وما خدوش بالهم راحوا ورجعوا وكملوا المسار لا ما خدوش بالهم هم المفروض موكب رئيسي يعني. هما بيقولوا ان الظروف الجويه مش شايفين يعني بيقولوا ان الظروف الجويه خلت الرؤيه صعبه. وبعدين في مشكله كمان يا استاذه انجي الفرق بقى هنتكلم كلام تقني شويه بس مهم انه المروحيات غير الطائرات اولا الطائرات بتطير على ارتفاع عالي جدا جدا المروحيات بتطير على ارتفاع منخفض. الطيران على ارتفاع منخفض بيخليها ليس لها خطوط ملاحيه جويه متعارف عليها يعني المروحيه ملهاش مسار زي الخطوط الجويه زي الطيارات العاديه لا المروحيه بتطلع وبتعتمد على الرؤيه البصريه لمن يقود المروحيه يعني هو بيشوف بعينيه ما فيش اتصال مع الارض يوجهه او حاجات من هذا القبيل، فهو ملوش مسار واضح يمشي عليه هو بحسب الظروف اللي قدامه. الحاجه الثانيه ان هو بيعتمد على الرؤيه البصريه ما فيش توجيه ملاحي إلكتروني أو أشياء من هذا القبيل، وبالتالي مجرد ما يواجه ظروف مناخية صعبة جدا جدا ده أول تحدي يواجه المروحية أو الهليكوبتر لأنه قدراتها غير مؤهلة للتعامل مع الأوضاع المناخية الصعبة والتضاريسية. عندهمش في إيران أرصاد جوية يعني يقولوا لهم ما استفروش الرئيس والموكب بتاعه ما يسافرش ده سؤال ده سؤال مهم ده. وحتى لو اتفاجئنا ان الظروف دي حصلت بشكل مفاجئ توقف الغي الرحله يعني لو ده حصل ما بيجيش بشكل مفاجئ يعني بنبقى عارفين 48 ساعه قبلها انه الفتره الجايه ما عندهمش ارصاد جويه لنفترض ان قبلها بنص ساعه الراجل اتفاجئ وهو بيركب المروحيه انه لقى الدنيا مغيمه وما تتحركش بالمروحيه خاصه زي ما قلت لحضرتك المروحيات ما بيبقاش فيه مساعده ارضيه كفايه زي الطيران العادي انه يقول له خد المسار ده لا اطلع ارتفاع معين انزل ارتفاع معين. المروحيات كمان قدرتها على المناورة ضعيفة بمعنى ايه؟ لو انا بقود مروحية وحصل ارتباكات في ظروف جوية
مش هعرف اتعامل معاها، لان طبيعه المروحيه ما عندهاش قدره على المناوره. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه المروحيات بتعتمد على اقلاع عمودي وهبوط عمودي، ده بيخلي الاجراءات الالكترونيه والتكنولوجيا فيها صعبه ومعقده جدا، بتحتاج صيانه دوريه، قطع غيار بشكل مستمر، وده ما كانش متوفر موجود في الحاله الايرانيه. طيب، بمناسبه انك اتكلمت عن روسيا، روسيا قالت انها مستعده للمشاركه في التحقيقات، ورئيس الاركان محمد باقري امر بفتح تحقيق في اسباب تحطم طائره الرئيس. اذا ايران تبدا التحقيقات حول حادث طائره الرئيس رئيسي. والحقيقه حتى الان الاتهامات يعني او السيناريوهات، بلاش اقول الاتهامات، بتقول يا اما بسبب الطقس السيء وصعوبه التضاريس وجبال تبريز، ايضا انه يكون في عطل فني بالمروحيه، او انه نظام الاشاره لم يكن متوفرا او معطلا، برغم طبعا تاكيدات الحرس الثوري انه تلقى اشاره من المروحيه، وكان في اتصال تقريبا من محمول احد ركاب طائره الرئيس، او سيناريو آخر أنه حادث اغتيال مدبر. طبعا إسرائيل طلعت على طول قالت وأكدت إحنا ملناش علاقة، مسؤول أمريكي برضو قال إحنا يعني ما فيش أي يعني حاجة خارجية عن إيران يعني حصل منها يعني مشكلة في هذا الشأن، يعني كل الناس تنصلت، قالوا يعني إحنا ملناش علاقة. إيه اللي حصل؟ حضرتك قلت كذا حاجة مع بعض مهمة جدا، خلينا نفكك ونقف عند كل حاجة. أول حاجة تحقيقات. تحقيق لازم يكون فيه شفافية، لازم يكون فيه دقة، ولازم اختار وإعلام الشعب بحقيقة ما جرى، يعني ما تخبيش وما تخفيش، دي حاجة. الحاجة التانية، إيران مصرة على رواية مقلقة بالنسبة لي شخصيا، وهي إيه؟ إنه المروحية تحطمت تماما وأحرقت تماما بشكل كامل. طب إزاي أنا هقدر أخد أجزاء؟ ما هو علشان أقدر أحقق باخد أجزاء من الطائرة من المروحية بالزبط، وأشوف هل تعرضت لمواد ناسفة، في آثار لمواد ناسفة، هل تعرضت مثلا إنه صاروخ أو جسم ناسف زي قنبلة أو حاجة اتحطت عليها. لما تقول لي تصر إنك تقول لي الطيارة بالكامل أو المروحية بالكامل أحرقت، طب الصندوق الأسود بتاعها فين؟ مفيش. المروحيات أو الهليكوبترز ملهاش صندوق أسود. غير كمان إن القديمة دي كمان يستحيل إن يكون لها صندوق أسود، وبالتالي لما تقول لي إنها أحرقت كاملة وما عادش ليها أثر، ده معناها بتقول له فين جسم الجريمة؟ يقول لك مفيش جسم جريمة. يبقى أنا ده هيخلي فيه صعوبة إن أنا أقدر أوصل لحاجة. مسألة الشفافية مسألة مهمة جدا جدا. حضرتك قلتي إسرائيل بتقول بتنفي وأمريكا بتنفي، أنا مصدق إسرائيل المرة دي. يعني أقدر أقول على إسرائيل صدقت وهي كذوبة، كما يقال على الشيطان. ليه؟ لأنه إسرائيل ليس لها مصلحة في اغتيال أي شخصية سياسية إيرانية. إسرائيل بتغتال من جوه إيران؟ أولا هي بتخترق إيران، مجندة خلايا جوه إيران، نفذت عملية اغتيالات عديدة، علماء مثلا. بالظبط زي ما حضرتك بتقولي كده. أول حاجة علماء نوويين تحديدا، يعني لو عالم في النبات ده ما يهمش إسرائيل، لو عالم بيتكلم مثلا في امور الفلك وكده برضه ما يهمش اسرائيل، عالم في الطب ما يهمش اسرائيل، اللي يهم اسرائيل عالم في مجال القدرات النوويه، عالم في مجال الصواريخ او المسيرات، اسرائيل بتغتال دول. بتغتال ايضا القيادات بتاع الحرس الثوري او العناصر المهمه داخل الحرس الثوري، انما لما اجي اغتال مسؤول سياسي، طب المرشد كان اولى، لان هو اولا القائد الاعلى للقوات المسلحه الايرانيه، المشرف على الحرس الثوري، هو الحاكم بامره داخل ايران، اما الرئيس ده زي ما بنقول كده في العاميه المصريه راجل غلبان، ترتيبه رقم 2 او 3 في النظام السياسي. احنا لو نقول للناس بنيه الحكم في ايران عامله ازاي، نشرحها للناس كده. احنا عندنا ايران نظام فريد وغريب جدا في الحكم. المفروض الدنيا كلها احنا عندنا الرئيس بينتخب، لو عندنا نظام رئاسي يبقى الرئيس هو اللي معاه السلطة المركزية، اما انه يعين رئيس وزراء او ما يعينش. يعني احنا عندنا في مصر نظام رئاسي اقرب الى الرئاسي، عندنا رئيس الجمهورية وعندنا بيعين رئيس وزراء، وعندنا برلمان في امريكا مثلا نظام رئاسي بنسبة 100%، في تركيا دلوقتي بقى نظام رئاسي 100%، ما تلاقيش رئيس وزراء. عمر حضرتك سمعتي رئيس الوزراء الامريكي صرح واجتمع؟ الرئيس هو رئيس الوزراء، لانه الرئيس معاه السلطات المركزية ومعاه الحكومة، فبيقوم بدور رئيس الوزراء. اردوغان دلوقتي في تركيا بقى هو الرئيس ورئيس الوزراء زي النظام الامريكي بالظبط. ايران بقى حاجة مختلفة، في بلاد تانية عندها نظام برلماني زي النظام الاسرائيلي والنظام، خلينا مش هنقول بريطانيا لانها ملكيه دستوريه، بس برضو اقرب الى النظام البرلماني، اللي هو نعمل انتخابات، الاحزاب تدخل، اكتر حزب يحصل على اغلبيه في البرلمان يشكل الحكومه، وما عندناش رئيس، يبقى رئيس الوزراء زي اسرائيل كده، رئيس الوزراء هو اللي معاه السلطه نتنياهو، رئيس اسرائيل ده سلطه شرفيه رمزيه، لكن رئيس الوزراء هو يعني اللي معاه السلطه الحقيقيه. ايران بقى حاجه كده منزله بين المنزلتين، تلاقي بيعمل انتخابات
ويروح جاي ينتخب رئيس انتخابات رئاسية والرئيس ده يجي، لكن الرئيس ده مش هو صاحب السلطة الفعلية في البلاد. في حاجة اسمها المرشد، المرشد ده برضو بينتخب من حاجة اسمها مجلس الخبراء، لكن معايير اختيار المرشد غير المعايير الطبيعية، يعني مش لازم يكون سياسي وفي حزب سياسي وله تاريخ سياسي، لا ده لازم يكون أولا لازم واخد لقب آية الله، ولازم يكون عالم دين، ولازم يكون بقى له مواصفات معينة، ويكون له تاريخ نضالي ثوري، ويعني فالمرشد ده سلطته تفوق سلطة رئيس الدولة وتفوق البرلمان، ولا يسأل ولا يحاسب، يعني حتى مجلس الخبراء ده المفروض انه بيحاسبه، لكن هو لا يمارس هذا الدور. المرشد ده ماسك خيوط كل حاجة في الدولة، ده المرشد الأعلى، المرشد الأعلى هو سيد علي خامنئي دلوقتي. طبعا علشان كده لما الرئيس مات في خلال ساعة بقى النائب الرئيس بقى هو الرئيس، والمشكلة اتحلت. النهارده بقى لنا محمد مخبر بقى لنا 3 او 4 سنوات عمالين نتكلم في خلافه المرشد من ساعه ما اعلن مرض المرشد، وانه عدى 85 سنه، هو مريض بمرض عضال. الحقيقه بداوا يتكلموا عن الخلافه ليه؟ لان ده اهم شخص في النظام السياسي الايراني. مين يجي؟ ابن مجتبى، له ابن اسمه مجتبى، طبعا ادوا له لقب آية الله في اغسطس 2022 رغم انه لا يستحق هذا اللقب، لانه مش فقيه، ليس فقيها وليس له خبره في المجال الديني، لكنه ابن المرشد، عنده حوالي 54 سنه، وفي دوائر داخل ايران بتدفع في اتجاهه والمرشد عاوزه، وبالتالي بداوا يحضروا لهذا المنصب. ناس اخرين طامحين الى هذا الامر كان من بينهم ابراهيم رئيسي. وبالتالي الحديث عن إسرائيل، نعود للنقطة الأساسية، إسرائيل ليس من مصلحتها وليس لديها فائدة، زي ما الناس بيحققوا كده في الجرائم الجنائية يقولك من المستفيد؟ إسرائيل ليست مستفيدة من اغتيال رئيسي. طيب إذن من المستفيد؟ الداخل الإيراني. لو أن هناك تحقيقات شفافة أثبتت أن ثمت شبهة جنائية وراء سقوط مروحية الرئيس، باعتقادي سيكون من قام بهذا الأمر من داخل إيران وليس من خارجها. الولايات المتحدة ليس لها مصلحة، إسرائيل ليس لها مصلحة، وإنما صراع الأجنحة داخل النظام السياسي الإيراني هو المسؤول عن هذه العملية. الداخل الإيراني انقسم فيما يتعلق بمصرع الرئيس رئيسي في هذه الحادثة، بعد الحادثة وبعد يعني ما حصل انه العالم كله عرف الأخبار، شفنا الداخل الإيراني منقسم لقسمين، قسم بيحتفل، ناس طلعت احتفلت وبتوزع الحلوى وبتضحك ومبسوطة، وقسم تاني في الداخل الإيراني حزين ويبكي. طبعا ده أمر طبيعي، لأن كل سياسي له مؤيدوه وله معارضوه، لكن لما بقول الداخل الإيراني أتحدث عن النخبة السياسية الحاكمة. مشكلة إيران إن النخبة مقسمة لثلاث اتجاهات، اتجاه مدني الأحزاب السياسية، اتجاه ديني الحوزة الدينية ورجال الدين، اتجاه عسكري ممثل في الحرس الثوري الإيراني اللي دوره بيتصاعد بشكل كبير وبيسيطر على 70% من الاقتصاد الإيراني، وبات متغلغلا في كل مؤسسات الدولة، حتى البرلمان بقى له رجال داخل البرلمان الإيراني منتخبين أيضا، وكل المجالس المؤثرة، مجلس صيانة الدستور وكل المجالس المؤثرة في إيران. هذا التنوع والتناقض داخل النظام السياسي الإيراني أدى إلى حالة استقطاب سياسي حاد بلغت مستوى الصراع. النهاردة كل فصيل أو طيار عاوز يجيب رجالته إلى قمة السلطة في إيران، وده بيؤدي إلى صراعات سياسية، لدرجة أنه في رؤساء سابقين زي محمود أحمدي نجاد، زي حسن روحاني، زي محمد خاتمي، ناس كتير عاوزين يعودوا إلى السلطة مرة أخرى ويمارسوا أدوار سياسية، تجدي أن الحرس الثوري يمنعهم أو أنه مجلس صيانة الدستور يمنعهم، باعتقادي أنه رئيسي لو ثبت أن هناك شبهة جنائية، هناك من كان يريد أن يمنع هذا الرجل من أن يصبح مرشدا لإيران حتى يفسح المجال أمام شخص آخر. نعم. نيويورك تايمز قالت النهاردة أن مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بيفتح الباب أمام تولي جيل جديد للسلطة في إيران. 1 يونيو الإعلان الرسمي عن أسماء المرشحين. مجلس صيانة الدستور في إيران قال أن الرئيس يعني الرئيس الإيراني المقبل هو اللي هيحدد من هو الرئيس الإيراني المقبل الذي سيتولى مهام الرئاسة ل4 سنوات. من هو الرئيس الإيراني الذي تحتاجه إيران في الفترة القادمة؟ مش بقصد اسم، ولكن ايه مواصفات الرئيس اللي إيران محتاجاه في الفترة الجاية؟ ايه مواصفات الرئيس اللي محتاجاه المنطقة في الفترة الجاية؟ وعلى أرض الواقع من هم أبرز المرشحين لتولي السلطة؟ أنا عارفة أن ده بيبقى الموضوع في سرية تامة، ولكن على أرض الواقع مين أبرز المرشحين ممكن يكون؟
يعني خلينا نشرك المشاهدين معانا يا استاذه انجي في السؤال ده لانه مهم جدا، فكره من يكون الرئيس او من هو الرئيس الاصلح. الرئيس الاصلح ان يكون شخص وطني، يكون في مرحله عمريه تؤهله ان يبقى مدرك وواعي، يعني ما يكونش في سن ترامب او بايدن مثلا، ويكون له خلفيه سياسيه ومعرفه سياسيه وخبره في العمل السياسي، ويكون مارس العمل السياسي، يكون لديه رؤيه تستطيع ان تقدم حلول لكل الازمات، يكون لديه قدره على التعامل مع التحديات التي تواجه البلاد، ويكون له ظهير شعبي داعم وقوي. الحقيقه انه ايران عندها مشكله في الموضوع ده، لان مش كل واحد مؤهل للرئاسه في ايران يقدر يترشح، لانه من الحاجات العجيبه في الديمقراطيه الايرانيه او النظام السياسي الايراني ان عندهم جهاز بيعمل فلتره للمرشحين. ازاي؟ انه مش كل واحد بيمتلك المواصفات يقدر يترشح وياخد الانتخابات. في حاجه اسمها مجلس صيانه الدستور، المجلس ده بيعمل ايه؟ بيترشح 10 للرئاسه الايرانيه، الاسماء تعرض عليه، ده يترشح، ده ما يترشحش، ده يترشح، ده ما يترشحش، وما بيعلنش اسباب رفض هذا الاسم او ذاك. يعني لا يعلن الاسماء، هو يقول لك لانه غير مؤهل وما يقولش الاسباب. طبعا الاسباب دي غالبا بتكون اسباب غير موضوعيه. مجرد انك تفلتر اسماء المرشحين وتمنع واحد من الترشح، ده ضد الديمقراطيه. يعني ده اجراء ينال من شفافيه الانتخابات ونزاهه الانتخابات وتكافؤ الفرص في الانتخابات. فدي معضله تواجه الانتخابات في ايران. من يترشح؟ طبعا لحد اللحظه احنا بنتكلم عن نظام سياسي مغلق للغايه، وبعدين ممكن ناس كتير يبقى عندها الرغبه لكن ما يقدروش انهم يوصلوا لعمليه الترشح. ندخل على نقطه ثالثه، هل المدى الزمني للدعايه السياسيه او الانتخابيه ده كام يوم بس؟ تقريبا بالزبط. من 2/6 تقريبا كام يوم؟ بنتكلم في 50 يوم. 50 يوم لسه الاسماء لم تعلن، لسه اولا الناس هتعلن اللي عايزين يترشحوا، تعرض الاسماء على مجلس صيانه الدستور عشان يقرر مين اللي يدخل ومين اللي ما يدخلش. هناخد مثلا معانا اسبوعين ثلاثه، يتبقى على الانتخابات حوالي 20 يوم او 15 يوم. هي 1/6 هيعلنوا الاسامي خلاص. طيب هل فتره من 2/6 الدعايه الانتخابيه؟ من 2/9 ما فيش. بالظبط. يعني وبعد كده 28 الانتخابات. 28 حضرتك يوم. ايران احنا بنتكلم عن عشرات المحافظات. يعني بنتكلم عن اكتر من 50 محافظه ايرانيه، وكل محافظه كانها شبه دوله، لان ايران دوله متراميه الاطراف. ايران كمان للي ما يعرفش ان الفرس فيها، الفرس اللي هم من اصول فارسيه، تعدادهم لا يتخطى 50-55%، لكن بقيت عندنا ناس من اذريين من اذربيجان، عندنا عرب الاهواز، عندنا اكراد، وبالتالي ايران فيها تنوع عرقي واثني كبير جدا جدا. انت علشان تجوب المحافظات الايرانيه وتعمل برنامج انتخابي وتقدر تقدم هذا البرنامج للناس علشان يصوتوا لك، انت محتاج 2-3 شهر. شوفي امريكا حضرتك الانتخابات في 5 نوفمبر اللي جاي. بقالهم كام شهر بيتكلموا في الانتخابات، والنهارده بيقولوا عاوزين نعمل مناظره ما بين ترامب وبايدن، ولسه الانتخابات في 5 نوفمبر اللي جاي. ما بالك بايران، دوله مهمه وكبيره وواسعه، ومع ذلك انت عامل لي دعايه انتخابيه وحملات انتخابيه في ايام معدودات. لذلك من الصعب القول ان هذه الانتخابات ستكون نزيهه، من الصعب القول انها ستقدم لايران الرئيس المطلوب. هي ستعكس وجهه نظر الدوله العميقه في ايران المكونه من الحرس الثوري وبعض رجال الدين المؤثرين في صناعه القرار السياسي الايراني، ولن يعكس ذلك رغبه الشعب. على فكره رغم انه الديمقراطيه تنبع من الشعب وتعود الى الشعب، الشعب اخر من يظهر في المشهد السياسي الايراني. الذي يدير السياسة في إيران ليس الشعب. نعم. كيف تدار الأمور في إيران؟ من هو صاحب القدرة على اتخاذ القرار في إيران؟ أيضا يعني انتخاب موحدي كرماني رئيسا لمجلس خبراء القيادة في إيران، يعني ماذا يعني ذلك؟ طبعا اللي بيدير الامور في ايران المرشد رقم واحد، وبسبب الظروف الصحيه والعمريه للرجل من يحرك الامور في ايران الحرس الثوري الايراني. والحرس الثوري يمكن الناس بتسمع الموضوع ده، هو ده الجيش ولا 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 ايران فيها ايه بالظبط؟ طبعا ايران بتعاني من الازدواجيه. حضرتك ايران فيها عملتين والله، يعني الناس كلها مثلا امريكا الدولار، مصر الجنيه، المملكه العربيه السعوديه الريال. ايران فيها عملتين، الريال والتومان. يعني تخيلي بلد فيها عملتين، الريال الايراني والتومان الايراني. بالمناسبه الريال الايراني فقد 6% من قيمته بعد حادثه الرئيس الايراني، وده انعكاسات سلبيه للحادثه. ايران فيها رئيسين، الرئيس المنتخب اللي توفي ده، وعندهم المرشد، يعني ده اسمه رئيس الدوله لما تشوفيه ويظهر في الاعلام ويستقبل الرؤساء على انه رقم واحد، لكن هو مش رقم واحد، في حاجه اسمها المرشد. ايران فيها جيشين،
الجيش الإيراني ده اللي معروف من زمان الثوري. والحرس الثوري. إيه الحرس الثوري ده؟ بعد الثورة الإيرانية سنة 1979 الخميني بدأ يقول والله الجيش ده احنا مش ضامنين ولاؤه، هل هو كله معانا؟ فنعمل حرس ثوري. شفت الإخوان كده لما كانوا عاوزين يعملوا ميليشيا إخوانية؟ أيوة. وكانوا عاوزين يعملوا مرشد بالمناسبة، يعني يقول لك إيه، خلي فيه برلمان، خلي فيه رئيس، بس هيكون عندنا كده حاجة أشبه بالمرشد الإيراني، واستعانوا بالحرس الثوري. بالظبط، كانوا عايزين يستلهموا التجربة دي. فعندك إيران بتعاني من ازدواجية، وده عيب خطير. ما هو ده على فكرة على أساس يعني أنا أروح السوق عاوز أشتري خضار هشتري بأني عملة؟ حضرتك أنا زرت إيران سنة 2015 في زيارة علمية، وفوجئنا إنك طبعا معاك دولار، فأنت عاوز تاخد عملة علشان تقدر تعيش، يعني تجيب حاجات وكده. فيقول لك عايز تومان ولا عاوز ريال؟ فطبعا ده شيء مفجع. علشان كده لا في استثمارات ولا في سياحه ولا في اي حاجه في ايران، لانه لما يكون الاقتصاد بتاعك، شوف احنا عملنا مجهود جبار عشان نقضي على السوق الموازيه للدولار، لانه وجود اكتر من سعر، وجود اكتر من عمله، ده ينتقص من مكانه هذا الاقتصاد. عندك جيشين، الجيش العادي والحرس الثوري. بمرور الوقت الحرس الثوري اللي اتعمل عشان يحمي الثوره الايرانيه بدا اقوى من الجيش في التسليح، في القدرات، في الامكانيات، حتى في العدد بدا يناهز الجيش، وبدا يسيطر على الاقتصاد الايراني بشكل كبير جدا جدا. النهارده تلاقي ايران فيها كل شيء موازي الحاجة والحاجة الموازية ليها، وده شيء بينتقص من قيمة ومكانة التجربة الإيرانية. مجلس الخبراء وحيدي كرمان وحيدي، طبعا مجلس الخبراء وظيفته أنه هو ينتخب المرشد ويحاسبه ويعزله، ده نظريا. لكن الحقيقة أن المرشد مجرد ما بيجي، طبعا لما مات الخميني سنة 1989، وبالمناسبة الازدواجية دي بدأت لما كان بعد الثورة جاء أبو الحسن بني صدر، ده كان أول رئيس لإيران. وبالمناسبة في خطأ شائع يقولك الثورة الإسلامية الإيرانية، هي مش ثورة إسلامية على فكرة، هي كانت ثورة عادية قام بها اليمين واليسار والليبراليين والشيوعيين بالمناسبة، وما بينهم الإسلاميين دخلوا في الثورة. بمرور الوقت إيه اللي حصل؟ الإسلاميين أزاحوا التيارات السياسية كلها واختطفوا الثورة وسموها الثورة الإسلامية، لكنها لم تكن كذلك. بالظبط. ابو الحسن بني صدر كان رجل ليبرالي، ما كانش راجل اسلامي ولا حاجه، فبيقول يا جماعه احنا عملنا ثوره عشان نعمل نظام ديمقراطي ليبرالي مدني. قالوا له لا، احنا مش هنمشيها كده، احنا هنمشيها نظام ديني. اللي حصل انه البرلمان عزله، وكانوا هيعدموه لولا انه قدر يهرب ويروح فرنسا. وبالتالي دي مش ثورة إسلامية، هي ثورة ولكنها تحولت إلى إسلامية. بعد ذلك المجلس الخبراء المفروض ينتخب المرشد. لما مات الخميني 1989 جه مكانه خامنة اللي موجود حاليا. وكان في تشكيك في قدراته، الرجل لا يصلح مرشد لأنه ليس بثقل. لا، في الوقت ده كانت لسه الأمور أفضل، لكنه ما كانش من الكفاءة الفقهية والعلمية اللي تؤهله أنه يكون مرشد. لكن قربه من الإمام الخميني أو آية الله الخميني هو اللي ساعده على أنه يتقلد هذا المنصب. النهاردة مجتبي خامنئي في تشكيك، لانه طبعا ما هوش عالم، ما هوش فقيه، وادوله لقب آية الله وهو ليس اهل لهذا اللقب وفقا لكثيرين داخل ايران. لكن يبدو ان هناك دوائر في ايران تدفع باتجاه ان يكون هو خليفة المرشد الحالي. وبعد رحيل رئيسي اصبحت فرص مجتبي خامنئي اكبر بكثير من اي شخص اخر. طيب في نهاية الحلقة عايزة بس اقول لحضرتك في خبر عاجل، النرويج اول دولة اوروبية تهدد باعتقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالنت اذا اصرت الجنائية الدولية على ذلك. وزير خارجية النرويج قال انه اذا كانت هناك مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالنت من محكمة العدل الدولية فسنضطر الاعتقال لهما اذا وصلا الى النرويج. طبعا ده شيء مبشر، والحقيقة انه الحكم ده انجاز سياسي وقانوني جديد يضاف الى سلسلة الانتصارات الفلسطينية. بالرغم من الابادة والجرائم التي يرتكبوها جيش الاحتلال، النهاردة الفلسطينيين في الجمعية العامة للامم المتحدة قبل اسابيع قلائل 143 دولة صوتت لحصول فلسطين على العضوية الكاملة. النهاردة في دول بتعلن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين، من بينها دول مهمة كأسبانيا وبعض الدول الأوروبية. والحقيقة النهاردة المحكمة الجنائية الدولية بدأت تنصف الفلسطينيين. صحيح أنه إسرائيل ليست عضو بهذه المحكمة ولا في نظامها الأساسي نظام روما، لكن في نهاية المطاف ده بيعد مكسب ولو رمزيا للقضية الفلسطينية، وبيسلط الضوء على جرائم الاحتلال. وباعتقادي أن هذه المذكرات لو صدرت أو حتى لو لم تصدر، دي بتعتبر شهادة وفاة سياسية لنتنياهو.
أشكرك شكرا جزيلا دكتور بشير عبد الفتاح الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. شكرا نورتنا. شكرا في مصر جديدة، وإن شاء الله يكون لينا لقاءات أخرى. يسعدني دائما. إذا يعني واضح إن إحنا يعني بنمر الأيام القادمة في المنطقة بالعديد من الأحداث التي ستكون لها تبعات، فمن واجبنا جدا ان احنا نشوف ونقرا دايما ما بين السطور، لانه واضح انه اللي ما بين السطور اكتر بكتير من اللي موجود على السطور. اشكركم شكرا جزيلا. بكره مصر جديده ان شاء الله.